الأول شفت الدهون كان استخلاص الدهون وخلاص، فكرة الخبرة والدراسة طبعا ووجود الأجهزة. إمتى فعلا لازم نعمل شد بطن جراحي؟ ترهل عضلات غير متقابلة لبعض أو عندها افتعال. إحنا اتعلمنا على الأيدين أساسا، والناس دول كانوا عبقرة. إزاي أنا أبرز الصفات الشحية؟ الشخص المقبل على عملية أو أي بروسيدور لازم يبقى عارف هو رايح لمين ويسأله من حقه، أنت عندك الأجهزة دي ولا لأ؟ الدكتور باسم محمد زكي، أستاذ جراحة التجميل طب عين شمس، عضو الجمعية المصرية لجراحة التجميل، رئيس مجلس إدارة مراكز جمالي وكايرو كوزمو سنتر، عضو الجمعية الأمريكية ISAPS، عضو مؤسس الأكاديمية الدولية للتدريب على جراحات التجميل ITA. أهلا بكم، هذه واحدة من الحلقات التاريخية في عالم جراحة التجميل. حلقات التاريخية، حلقة تاريخية لأنها مع ضيف من أصحاب المقام الرفيع والموضوع مهم جدا. خلي بالكم أنه تنسيق القوائم دلوقتي يا جماعة، خلينا نتكلم بواقعية، بقى شيء مهم جدا في العالم وفي مصر. وجراحين التجميل الموجودين في مصر دلوقتي منهم أسماء عالمية، أسماء قيمتها يمكن معروفة بره مصر أكتر من جوه مصر، وجوه مصر دلوقتي كمان بقت معروفة جدا. بس لما نيجي مثلا لكيم كارداشيان، نموذج للبنت الست الجميلة جدا، هذه المرأة فعلا من ضمن الأيقونات في العالم اللي غيرت مفهوم كتير جدا من الستات لجراحة التجميل. ده مش يعني هي دي مش بس نظام غذائي والرياضة، لا، جراحة التجميل يعني لو شفتوها قبل وبعد، ما عندناش صور قبل بس. ودلوقتي بقى في أمريكا بالذات وفي مصر على فكرة في ستاندرز معينة، يسألوا أي حد يعني، كل مثلا البادي بيلدر، كل الممثلات بتاع السينما، في بيسألوا عن حاجات معينة من ضمنهم جراحة التجميل بتاعك مين، مش بس الفيتنس أو المدرب الأحمال، لا، جراح التجميل، لأنه في حاجات معينة في الجسم مش هيقدر يعملها لا النظام الغذائي ولا هيقدر يعملها التمارين الرياضية، بس صعبة جدا، هيدخل جراح التجميل عشان يعمل definitions. خلي بالكوا أنه جراح التجميل هي جراحة المليمترات، حتى في تنسيق القوام، حتى في ده، حتى في الكيرفي وومن، جراحة التجميل هي جراحة تحتاج إلى مهارة دقيقة جدا وتحتاج إلى ثقافة كبيرة جدا عند المتلقي، وأيضا لازم يكون في لغة حوار موجودة بين الجراح وبين المريض. هذا مضمون مهم لحلقتنا اليوم التاريخية مع واحد من الناس اللي بفتخر جدا بأن هم قبلوا دعوتنا وشرفونا في الناس الحلوة. اسم كبير في عالم جراحة التجميل، اسم أكاديمي من الطراز الأول، وأستاذ جراحة التجميل في واحدة من أكبر جامعات مصر، هي كلية الطب جامعة عين شمس، واحد من اللي شالوا على عاتقهم بناء العمل الجماعي في جراحة التجميل. يعني بلا شك أنه التاريخ طويل من العمل الأكاديمي اللي نقدر نقول عليه متقن جدا وفي حالة من الانضباطية العالية جدا من رجل رجل جراح في الأساس، جراح تجميل من الطراز العالمي، لكن من الشكل الانضباطي، الشكل ده مهم قوي في عالم الجراحة وفي عالم العمل الجماعي أساسا، واحد من سوبر ستار جراحة التجميل على المستوى العالمي. النهاردة ضيف العزيز وأستاذ جراحة التجميل القدير أستاذ دكتور باسم زكي. أهلا بك دكتور. دكتور أيمن بيه، يعني أنت شرفتنا النهاردة بقبول. أنا مش عارف أقول إيه، المقدمة دي مقدمة مرعبة يعني، ده شرف كبير. لا ده أنا حكيت تاريخك باختصار. لا يعني خلاص، يعني ده تاريخ عظيم يعني. مش عارف طبعا الناس زي انت نفختين نفخ. اولا طبعا انا اللي بتشرف ان اكون معاك، دي حقيقه، وانا والله انا ما جملت وقلت الحق تماما، فانك انت فعلا قدمت نموذج رائع للعمل الجماعي، العمل الجماعي الانضباطي، قدمت نموذج لاستاذ جراح تجميل لما يدخل في عالم المؤسسات عموما،
يعني انت مبهر بالنسبه لنا. الحمد لله طبعا كل حاجه توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، والفضل يرجع لناس كثيره جدا الحمد لله رب العالمين، منهم اساتذتي وزملائي يعني الحمد لله. الاول انا بتشرف جدا ان اكون معاك، وانا عارف ان انت خطفتني يعني بقالي فتره كبيره جدا عايز اجي معاك، والحقيقه هو تشالنج بالنسبه لي او بالنسبه لاي حد ان هو يطلع معاك في اي حلقه، لان انت راجل علمي من المقام الاول، فالواحد لازم يخلي باله يعني زي بتفكرني بامتحان دكتوراه يعني اكون داخل كده لا مخلي بالي من كلامي يعني مش بكلم اي حد يعني. شرف كبير طبعا، شهاده اعتز بيها حبيبي ربنا يخليك، شهاده كبيره يعني ربنا يخليك بجد والله يعني من الشهادات اللي اثرت فيا، انا اقعد احطها كده اخدها الحته دي كده واحطها ان انت اللي تحكم كده. لا ده يا نهار لا ده شرف كبير طبعا لاي حد ان هو يكون معاك، وانا اتشرف طبعا اكون مع حضراتكم، ويا رب ان انا اقدر افيد او اقدم اي معلومه ذات قيمه ان شاء الله يعني. ربنا يبارك فيك. انا عايز ابدا الاول ايه اللي حصل في اجسام البنات في الفتره الاخيره؟ المقاييس اختلفت؟ هو تقدر تقول يس المقاييس او السوشيال ميديا كان ليها افكت كبير جدا. الناس بقت دلوقتي مبهوره باشكال وايقونات، فكله بيبقى عايز شايف ان دي ايديال بالنسبه له او بالنسبه له، فبقينا كتير جدا انا عايزه الجسم ده، وتلاقي واحده داخله لك بصوره تقول لا انا عايزه الفجر. طبعا احنا ما نقدرش نعمل زي اللي ربنا عامله سبحانه وتعالى، لكن احنا بنحاول نعدل من مقاييس معينه بحيث ان احنا نظهر او نظهر مفاتن معينه وتاخد شكل متناسق او متماشي معاه. وبرده دي حاجه مهمه جدا في علم جراحه التجميل، يعني هو مش كل انف مثلا تنفع كل شخص. يعني انت عندك الكوكيزيان او القوقازي غير الافريقي غير العربي، يعني في مقاييس وفي مقاييس جمال كمان في كل دوله. يعني في دول بتحب مثلا فورم معين في السيدات او في الرجال، في دول تانية لا بالنسبه لها بتبقى منفره او مش حابين الشكل ده. فهو لكن في ستاندردز عموما على المستوى العام. يعني احنا بقى بنحاول ان احنا على حسب الكالتشر او على حسب المجتمع اللي احنا متعايشين فيه نقدر نحاول نوصل لافضل شكل ممكن متفقين عند ربنا سبحانه وتعالى طبعا. انا هبدا معاك بقضيه سخنه جدا، عندي ثلاث مسميات موجودين في دماغ الناس: نحت الجسم، تنسيق القوام، وشفط الدهون. انا محتار والله لغايه دلوقتي. انا لو عرفت الحل قول لي. هقول لحضرتك في الاول يعني فكره الدهون الزائده لحد دي كانت يعني قصه من قديم الازل، يعني ممكن اقول لحضرتك من اول 1900، وكان ابتدت بان هو الدكاتره كانوا بيعملوا زي كحت او استئصال للدهون، وبعدين تطورت الفكره لاختراع الكانيلات لشفط الدهون. اي ثينك ده كان في الثمانينات، وكان الكونسبت او كان الفكر ساعتها ان انا بفضي الجسم او المنطقه من الدهون تماما. بس ما كانش كان في محاذير، لكن ما كانش في معايير. فطبعا العلم دايما بيتطور، ودايما الناس يعني ودي فكره المؤتمرات والدراسات والحاجات دي كلها، ان هو وان انا اسال يعني زي كويشنير العيان ده عايز ايه، العيانه دي ايه المقاييس. فطلع افكار كتيره جدا. في الاول شفط الدهون كان استخلاص الدهون وخلاص، افضي المنطقه بدون وضع في الاعتبار للبادي ماس اندكس بتاع الشخص دوت، الشخص ده محتاج ايه، جسمه او جسمها يعني ايه المتطلبات. انا اخش اشفط، انا بسمع ان فلان دخل شفط 15 لتر 20 لتر، طبعا عرض حياه المريضه لمشاكل طبيه، وفي الاخر حصل ترهلات والشكل ما بقاش حلو، والناس بقت تقول لا شفط الدهون فيها مشاكل، وشفط الدهون لا ده فلان جسمها باظ. فابتدت الفكره تتطور، والاسم نفسه بدل لايبوسكشن لايبوسكالبشر اللي هو نحت الدهون او نحت القوام، عشان عايز تبرز مفاتن معينه. وبعدين تطورت الفكره اكتر، يعني عايز تعمل خصر اوكي، او عايز تبين في تراكم دهني اللي هي الدهون الغير قابله للحرق متواجده في مناطق معينه عايز افضيها، بس برضه بنسب معينه. فبقى فيها فن اكتر، وطبعا تطورت ان هو دخول اجهزه مساعده زي الالترا ساوند،
والليزر، وبعدين دلوقتي الجنريشن الجديد من الالترا ساوند اللي هو الفيزر واللايبو ساوند. كل دي اجهزه مع استخدامنا ابتدينا نفهم اكتر ايه المعايير او المقاييس المطلوبه. تطورت الفكر اكتر اللي هو من 3D الى 4D. 4D ده اللي هو البعد الرابع. يعني كفكره 4D يعني هي صعب مفهومها، لكن هي فكرتها ان انت عايز تنحت القوام وعايز تبرز مفاتن معينه في الثابت وفي الحركه. بمعنى انت عايز تعمل مثلا 6 باكس او عايز تظهر 6 باكس، فانت بتشفط بطريقه بتكنيك معين باستخدام اجهزه معينه في مناطق محدده مرسومه او هيك انت بنرسمها وفقا للصفه التشريحيه. وعايز ابين مثلا الكسره بتاع العضله بتاع البطن، فبشفط جنبيها، بشفط ما بينهم، وبشفط الحته دي عشان ابرز مظهر السكس باكس. وممكن ان انا برضو اخد الدهون دي واحقنها زي مثلا في عضله الصدر في الرجال. يعني انت عايز تبين التقسيمه بتاعت الثدي الرجل، ان هو ده عنده بيكتوراليس او عنده عضله الصدر واضحه. فبنشفط في اتجاهات معينه، البنش بيسموها البنش، البنش. وبعد كده ناخد الدهون دي برضو ممكن نحقنها في العضله او تحت الجلد، بحيث انت تاخد اللفه الكوندور. هي فكره ازاي في الاول كنت بشفط وخلاص، يعني فضيت الدهون، طب انا اعمل ايه تاني؟ لا انا مش بس شفطت الدهون، لا ده انا كمان برزت مفاتن اللي هو الجسم اللي هو اللي ربنا سبحانه وتعالى عامله، بينت شكل العضله اكتر. فده التطور اللي حصل، ده باستخدام سواء التكنولوجيز الجديده والعلم، يعني هو الاثنين بقوا مع بعض. زي ما بقول لحضرتك، انت عايز تبرز مفاتن ما وهبنا الله سبحانه وتعالى. ده عن طريق دراسه الصفات التشريحيه، وعن طريق ان انت حضرتك بتتابع الايديال بوديز والناس اللي هم سواء في مسابقات ماكياج جمال او في مسابقات اللي هو البودي بيلدينج. انت عايز تبين صفه تشريحيه، وكل منطقه في الجسم ليها صفه تشريحيه. يعني الدراع بنركز مثلا شفط في حتت معينه وحقن في حتت معينه. الراجل غير الست. الراجل اللي يهمه ان هو لا عايز الفي شيب اللي هو الظهر يبقى واضح وجناب مفيش. السيده لا، هي بتبقى عايزه شكل اكتر نعومه ورقه، وتبرز ان الوسط ضيق، المنطقه بتاعت الهانش ممكن اعرض، ونازله بطريقه محدده. هو ده فكره او تطور اللي هو شفط الدهون الى نحت القوام الى ال 4D لايب سكالبشر. نحت ديناميكي. بالظبط. عايز اروح لقضيه ثانيه بقى. في تطور في الاجهزه لدرجه انه بعض الناس الاجهزه الحديثه التقنيات الحديثه بدات تقول هو المكان ده فيه الجهاز ده، ما بيسالوش على المهاره، ما بيسالوش على الخبره. يعني هو بيسال مش مين اللي موجود، هو الجهاز ده موجود ولا لا، عنده كذا، عنده فيزر، عنده ليزر، عنده جي بلازما، ما بيسالوش عن خبره. النقطه دي المعركه دي. وفي ناحية تانية بقى ناس عندها خبره ورافضه الاجهزه دي كلها. هو طبعا يعني لا، هو اي ثينك الاثنين لازم يجتمعوا. يعني فكره الخبره والدراسه طبعا ووجود الاجهزه. يعني احنا تعلمنا على الدين اساتذتنا، والناس دول كانوا عباقره، وفي كتير منهم دلوقتي ابتدى يواكب العصر. اوكي، ففكره ان هو الجراح لوحده ممكن ما تبقاش كافيه، وفكره جهاز ده يعني انت ممكن عندك عربيه، ما اعرفش ممكن اقول اسامي، مرسيدس ولا بي ام ولا تافا، لكن مش عارف تسوق. فدي حاجه مهمه جدا، فانت لازم يبقى معاك الاثنين، سواق كويس وعربيه كويسه. يعني لكن ما اجيب سواق على مش عارف عربيه ايه ولا العربيه زي الفل ومش عارف تسوق. فلازم الاثنين يجتمعوا، لازم انت حضرتك الشخص يبقى عارف هو رايح لمين، الطبيب بتاعه خبرته ايه مقاوماته، ايه عملياته. يعني وزيك بالنسبه لنا احنا، انت يعني انت حضرتك كنت بتكلم، بقول لحضرتك الورد اوف ماوث بالنسبه لي اهم من ان انا اطلع في ميديا او اطلع في برامج او اقول اي كلام وخلاص. التنقل، مريض بيحكي المريض، مهم جدا. جدا. ودي حاجه يعني انا لما بيجي لي عيان عن طريق عيان دي حاجه عادي، اكتر حاجه بتفرح.
جدا يعني فوق الوصف. تقول لا انا سمعت عن حيك او شفت حيك او يعني فلان عملت عمليه وانا عاجبني مش عارف ايه، دي بالنسبه لي لا دي شهاده. غير انا شفتك في برنامج، لا وقال طبعا برامج، بالعكس برامج زي برامج الطبيه دي كويس اللي هي بتواجه ناس، لكن هي نفس الفكره يعني انت شغلك هو اللي بيقدم. فهو برضه نفس الحكايه، المفروض الشخص المقبل على عمليه او اي بروسيدور لازم يبقى عارف هو رايح لمين ويساله من حقه انت عندك الاجهزه دي ولا لا؟ يعني اذا اجتمعوا الاثنين يبقى هايل. طب هروح للفيزر، الفيزر تحديدا قدم ايه في شط في شط الدهون؟ الفيزر زي ما قلت لحضرتك ان هو ده السكند جريشن بتاع الالتراساوند، هو فكرته كان بيعمل حاجتين او بتشتغل باثنين مودز. مود الاولاني يعني هو في ناس تقول انا عايز فيزر، لا هو شفط باستخدام الفيزر. الفيزر ده جهاز احنا بنستخدمه عن طريق مود معين في الجهاز علشان ازاله الدهون. تساعدني ان انا اقدر استخلص اكبر كميه من الدهون، طبعا مع خبره استخدامه الموضوع يبقى امن جدا، اقلل فقدان نسبه فقدان الدم، اقل اصابه للانسجه على قدر المستطاع، واقدر اكتر الكميه اللي انا اسحبها. اوكي. وبعدين لقينا ان الفيزر علشان هو جهاز حراري بيستخدم في العمليه، لا في الناس ان هم العمليات الثانويه مثلا حد عمل شفط دهون قبل كده ومحتاج ان هو يشفط تاني. او مثلا في حتت اللي هو ممكن يبقى فيها تليفات شديده زي في منطقه الظهر، ممكن بتساعد ان هو يستخلص دهون. ده مود منهم. المود الثاني وده انا بحب جدا استخدامه اللي هو سكين تايتنينج، او ان هو عن طريق الحراره الناتجه بيساعد ان الجلد يتقلص او شيء. فدايما بقول للناس اوكي يعني الشفط حلو باستخدام التكنولوجي القديم، لكن الفيزر هيساعدني ان كمان الجلد يشد بنسبه 30%. وعلى فكره مش بس كده، يعني احنا يعني حتى في عملياتنا يعني بعد ما بنعمل الاجراء بنعمل لايبسكشن ونستخدم الفيزر والجلد يتشد زي ما احنا عايزينه، كمان بخلي المريض ان هو يكمل على اجهزه زي الراديو فريكونسي او ال بي جي بحيث ان هو برضه يساعد ان الجلد يتقلص. بس في نقطه مهمه، مش كل الناس الجلد هيتشد بالفيزر بنسبه يعني يعتمد طبعا على نوع الجلد، يعني طبعا الجلد الفاتح غير الجلد اصلا، الجلد الرفيع غير الجلد التخين، المرحله العمريه اللي هو الالاستيستي او التون بتاع الجلد بالظبط. يعني ما توقعش ان حد مثلا واحده سيده فاضله حملت وخلفت كذا مره ان وحصل ترهل ان الفيزر ده هيشد لها كده. فالفيزر جهاز رائع وتكنولوجي ما زلنا بنستخدمه، وتقريبا كل العمليات دلوقتي بتستخدم الفيزر، بس التكنولوجي اللي استجدت عليه اللي هو جي بلازما، اللي هو يعني اي ثينك ان هو نزل مصر هنا من شهر 3 اللي فات. احنا كان لنا الفخر في الاي تي اي ان احنا اول من قدمنا الجهاز كان اي ثينك كان شهر 9 اللي فات، مش السنه دي السنه اللي فاتت. كان لسه تكنولوجي بتستحدث ولسه بيتكلموا عليها. اما نزل الجهاز دوت شهر 3 اللي فات، وبرضه بعد ما اتاخد زي كورسز ليها لاستخدامه، لا الجهاز دوت هو بيور لشد جلد. يعني هو بيستخدم عن طريق حاجه اسمها بلازما ايونيزيشن، جهاز حراري سيف كولد حراري ولكن حراره هادئه. حراره هادئه لان هو كمان بيبقى فيه غاز هيليوم ده بيساعد على التبريد، فنسبه ان انا بعد الشر ممكن اسبب حرق الجلد او حاجه زي كده بتقل جدا، بلس ان هو السكن تايتنج بتاعه او ان هو بيخلي الانسجه ده بتشوفها ايميديتلي، بتلاقي الجلد لا انكمش. فده تكنولوجي اضيف للفيزر بتساعدني ان انا احسن من الترهلات، بس برضه لازم اكون واقعي في حدود معينه. يعني ما ينفعش مثلا مريض كان وزنه 180 كيلو وفقد وزنه ناتج عن عمليه تغيير مسار او تحويل مسار او تكميم خلاص وفقده 80 كيلو، اتوقع ان الجي بلازما هيكون بديل لعمليه استئصال جلدي. لا، لكن لو حد مثلا خس 20 كيلو وعنده في ترهل، بس الترهل دوت في الحدود المعقوله، ممكن دلوقتي استخدام الجي بلازما في اخر عملياتنا اوكي، يعني في اخر عمليه مثلا شفط ممكن استخدم جهاز جي بلازما ان هو يعمل سكن تايتنج، اتفادى
وده كان ناس كتير طبعا بتيجي تسال عليها ان هي مش عايزه عايز تعمل عمليه بس خايفه من فتح البطن، تقول لي طب فتح البطن هيبقى كذا. او دلوقتي الاهم كمان الدرايات، لان بقينا بنشوف برضو ترهل جامد جدا في الدرايات. فده السكار او الندبه الناتجه عن عمليه شد الذراعات بتبقى شكلها ده في الذراعين، في الذراعين مثلا. فدلوقتي باستخدام التكنولوجي بتاع الفيزر والشي بلازما ممكن ان هو يدينا نتائج مقبوله جدا او جيده في بعض الحالات. استخدامها في الرقبه يعني هو احد الرقبه ديت من اروع الحاجات. هو اول ما بدا في الرقبه او من استخدم يعني هو في هاند بيس او في يد مخصوصه للرقبه. يس هو كان من ضمن الحاجات الاساسيه الرقبه. لان في بعض الناس عندهم ترهل او تهدد في منطقه الرقبه وخايفه تعمل عمليه شد وش او شد رقبه بالاضافه، الخيوط ممكن ما تديش النتيجه اللي هي الاوبتيم. لان الخيوط مثلا احنا بنستخدمها في منطقه الدبل شيف او الضغط او اللوكت سوري، لكن مش هتبقى كافيه ان هي تغطي المنطقه دي. طبعا طلع دلوقتي الاجهزه زي الهايفو بانواع مختلفه بتساعد، بس برضه في حدود. الجي بلازما تعدى الهايفو، تعدى استخدام الخيوط. ما اقدرش اقول ان هو وصل نفس النتيجه بتاعت عمليه شد الوش والرقبه، لكن عن طريق فتحات صغيره وبتخدير موضعي ومهدئ ممكن تحصل على نتيجه وسريعه. يعني هي دي مثله. يعني انت حضرتك بتشوف النتيجه في ساعتها. طبعا علشان ياخد الوضع النهائي لازم هيمر يعني بالمراحل اللي هي النضوج العادي بتاع اي عمليه، لكن النتيجه بقت اسرع كتير. هروح لي امتى فعلا لازم اعمل شد بطن جراحي؟ مريض بقى يحتاج الى شد بطن. ترهل عالي. والاهم كمان حال عضلات البطن. يعني لان هو حتى لو هي ترهل بسيط لكن وممكن اعمل لها جي بلازما، طب انا العضلات عندي فيها مهترئه او ضعيفه او الـ 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 العضلات غير متقاربه من بعض او عندها فتان. طب في الحاله دي الجي بلازما او الفيزر او اي حاجه هعملها مش هتبقى مفيده. ففي الحاله دي لا، انا محتاج ان انا اصلح العضلات بالاضافه ان انا اشيل الجلد الزائد. فده من الحاجات المهمه جدا اللي هو امتى نعمل عمليه شد البطن. وطبعا برضو حاجه مهمه، يعني في السابق يعني كنا كلنا واحد عندها ترهل تقوم شدد الجلد وشقص الجلد زياده ومصلح عضلات. لا، ما هو برضو الفكر او الكونسبت اتغير. لا، انا مش بس عايز اشيل الجلد زياده، لا انا عايز اعمل لك خصر. اوكي، بدل ما مثلا الخصر اللي هو الوسط. الوسط. فلا، انا برضو هستخدم نفس التكنولوجي، هشفط في حتت معينه، عايز ابرز المفاتن اللي ربنا وهبها للشخص او شخص يعني السيده اللي هي دي. فانا بعمل لها وسط بالاضافه لان انا مصلح العضلات، بالاضافه ان انا بشيل الجلد زياده. ولذلك هتلاقي ان هو عملياتنا اتغيرت. يعني في الاول كنت بتلاقي فلان عمل شد بط، بس اما تيجي يعني تقلع او بتلاقي جسمها مربع. هي عملت عمليه حلوه جدا، لكن يبقى اجمل كمان لو قدرت ان انا ابين لها وسط او ابرز كمان الفينوس لاينز اللي هو بالنسبه للمراه اللي هو الحز بتاع العضلات. يعني بيبقى ليها كونس معين، الخط اللي هو المنتصف اللي هو فوق السره، اما ده بيكون موجود بشكل احلى وطبيعي. يعني فهي ازاي ناخد كل الافكار دي ونقدمها في وقت واحد بحيث ان العينات تطلع بايديال ريزلت، ازاي الشكل يكون طبيعي. يعني اقرب ما يكون للطبيعي. عايز اروح لمنطقه تانية متجاهله عن ستات، او يمكن مش متجاهله، الناس مش عارفه قد ايه التطور اللي حصل فيها. منطقه الظهر مرورا ب اسفل الظهر وصولا الى منطقه الارداف، لانه المنطقه دي برضه في ستات عندهم مشكله نفسيه منها زي الثدي. يعني انا لازم افوت على الثدي، بس دول المنطقتين بتوع مشاكل نفسيه يعني يمكن اكتر من البطن كمان. هي هي وده برضه مهم جدا ان احنا ما عارفين صفات تشريحيه. يعني بتلاقي
سيدة رأفة اخت جمال، سيدة جميلة جدا، لكن المنطقة بتاع الهانش يعني الناس صب. اوكي طبعا برضو بكر الراجل غير السيدة، يعني في الراجل بنبقى يهممنا حاجات معينة، في السيدة عايزين نبرز مفاتن معينة. فازاي ان احنا نشفط الحتة اللي هي عند منطقة الأوصاصة او يعني اللي هو الكوكسيجيل اريا، في حتة رومبويد او زي ماسة كده، دي اما بتتشفط وتشفط كويس قوي، وبنستخدم برضو الفيزز دي اسفل الظهر خالص، اسفل الظهر، اسفل الظهر خالص قبل الارداف اللي هي بيسموها منطقه الرومبويد. فدي ازاي انت حضرتك تشفط منها عشان تبرزها، وتبرز كمان اللفه بتاعه الارداف. فدي بقت بتحتاج يعني كنا بنمر عليها مرور القلب، لكن مؤخرا المنطقه ديت لا لازم ان هي تكون بارزه. لازم ازاي ان انا ممكن حتى من غير ما اجي احقن دهون في منطقه الارداف، ازاي ان انا ممكن ابين المنطقه ديت ومفاتنها وجمالها بان انا اشفط في المنطقه اللي فوقيها. يعني لو انا قدرت احدد او انحت المنطقه اللي فوقيها، هتلاقي اوريدي المنطقه دي شكلها اتغير، الكيرف اختلف، ممكن تلاقي حتى الدنيا شكلها اترفعت. طبعا ممكن برضو من ضمن الدهون اللي احنا شلناها ديت نرجع نعيد حقنها، فيبقى كده احنا يعني خدنا الماكسيمم في عمليه واحده. انت فضيت مناطق محدده، ابرزت مفاتن مناطق ثانيه، بلس ان انت خدت الدهون دي ونقلتها، زودت من المفتن بتاعتك. حقيقة انت نورتنا وشرفتنا واسعدتنا، معنا شرف كبير لينا فعلا، شرف كبير. وانت عارف شرف كبير لأي حد، احنا نقدر احنا نقدر جدا قدومك لينا، وان انت اديتنا من وقتك النهارده، وزي ما بيقولوا يعني احنا ارهقناك جدا وخدناك بعد يوم طويل من العمل. انت خطفتني يعني. خطفتني. هو هكمل بقى يقول لا بس يعني كان لازم نعمل كده، ان احنا نحصل على شرف ان انت تكون معانا النهارده. شرف كبير جدا لينا، اسم كبير، دعمت بقوه وجودك لي معانا، دعمنا بقوه شديده جدا، ايضا دعمت بقوه العمل الجماعي في العمل في العمل الطبي، وخصوصا في عالم جراحه التجميل كان برضو فكره العمل الجماعي. انت واحد من الناس اللي قاد عمل جماعي، ونادر يعني عمل جماعي على مستوى متساوي ومتوازن، وبيقودوا ثلاثة من أكبر دكاترة وأساتذة التجميل في مصر، فثلاثة مع بعض، فكان واحد صعب قوي جدا، وما زالت أسطورة يعني، مع حاجة أسطورية يعني. دي حاجة الحمد لله يعني ربنا يكملها دايما على خير، دي حاجة أتشرف بيها، وإن شاء الله لينا لينا حاجات كويسة إن شاء الله. إن شاء الله يعني. نورتنا نورك، ربنا يخليك، وانا فعلا اتشرف فعلا سيادة الدكتور ايمن، ربنا يخليك. طبعا ضيف العزيز الاستاذ الدكتور باسم زكي، استاذ جراحة تجميل بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو الجمعية المصرية جراحة تجميل، وعضو السي سي سي، وعضو الجمعية الامريكية لجراحة تجميل، وعضو المؤسس للأكاديمية الدولية للتدريب على جراحات تجميل اي تي اي. طبعا يعني مؤسسات مميزة للغاية. كان ضيفي الكبير المقام وفي واحدة من أهم حلقاتنا التثقيفية التجميلية اللي نقول عليها من القلب، من قلب جراحة التجميل، وبدقة جراحة تجميل يريد الخير للمرضى. خليكم دايما على سلام. الهرمونات المسؤولة عن الحمل واستمرار الحمل، كل ده بيحصل عن طريق المشيمة ويفرز عن طريق المشيمة. في واحدة من كل 530 سيدة حامل بيحصل لها بلاسينتا اكيوتا أو مشيمة ملتصقة. السكار نيشتا ممكن يجي فيه الحمل حتى في بدايته فيعمل مشيمة ملتصقة. الطبيب الذي يقوم بنقل الأجنة دون اللجوء للفحص الوراثي للأجنة، لو هو كان عنده هيستوري وتجاهل يبقى لازم يسأل. تأخر سن الزواج بينعكس بالدرجة الأولى على السيدة أكثر من الرجل. الحقن المجهري له تجهيزات وبروتوكولات هي التي تصل به إلى درجة الأمان والنجاح. وأكثر من الحالات اللي بتعمل حقن مجهري وتنشط وتخش تشتغل وتبص تلاقي ظهر فيها لحميه.
الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن، استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، زميل جامعة كيل للمناظر والجراحات الميكروسكوبية بألمانيا، وعضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقم. أهلا بكم. المشيمة من الحاجات اللي ما حدش بيتكلم عنها كتير، مش حوار العلمي المشهور عند الناس، رغم ان مشاكلها مهمة جدا. ما هي المشيمة؟ ما هي وظيفتها؟ ما هي مكانها؟ المشيمة هي طبعا عارفين كلنا ان هي وسيلة التغذية ما بين الام والطفل، هي ده معبر المرور لان كلمة معبر دي بتضايقني، لكن ماشي، هي معبر اللي بيوصل التغذية للطفل. هذا المعبر لو اتغير مكانه، لو ما التصقش كويس بجدار الرحم، لو تغيرت وظيفته، لو أصيب بمشكلة، الجنين في خطر والأم أيضا في خطر. عشان كده المشيمة من الحاجات اللي أنا بقول عليها إمرجنسي، والحوار فيها هنا واخد أهمية قصوى، وده طبيعة الحوار النهاردة مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في عالم جراحات النساء والتوليد وعلاج العقم. النهاردة الحوار يعني توليدي إلى حد كبير جدا، البلاسينتا، يبقى احنا بنتكلم على أوبستاتريشن أو أوبستاتريك بروبلم. الأستاذ القدير الأستاذ دكتور عادل أبو الحسن، أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك. الحقيقة أنا بحييك لاختيارك واحد من المواضيع المهمة جدا، يعني ما هي المشيمة عشان نقرب للناس؟ ايه المشيمة؟ وظيفتها ايه؟ مكانها فين؟ بتعمل ايه بالظبط؟ هي من اهم الاعضاء اللي موجوده في الجهاز في المرأة بصفه عامه، اللي بتقوم بوظائف مهمه جدا 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 للطفل. هذه الوظائف تتمثل في وظائف تنفسيه، وظائف اخراجيه، التغذيه، الدم، كل ده بيتم عن طريق المشيمة. الهرمونات المسؤولة عن الحمل واستمرار الحمل، كل ده بيحصل عن طريق المشيمة ويفرز عن طريق المشيمة. المشيمة كصفة تشريحية وصفة فسيولوجية ده مهمة جدا. المشيمة ده عضو هام جدا، يزن حوالي نص كيلو، مكانه مهم جدا، وهو بيبقى دايما في أعلى الرحم فوق مستوى الجنين. إذا تغير مكان المشيمة بيحدث مشاكل كتير جدا. هذه المشاكل تتمثل في يا إما نزيف، يا إما يعني نزيف حد ممكن يؤدي إلى مشاكل جدا للسيدة، أو ممكن يؤدي إلى فقدان أهم أعضاء السيدة وهو الرحم. إذا حصل في حالة الحمل، في حالة حدوث الحمل، بحيث تغيير المكان أو تغيير التوبوجرافي أو التصاق المشيمة بجدار الرحم. المشيمة هي من أهم الأعضاء اللي بتعمل وظيفة للبيبي من حيث توصيل الأكسجين، توصيل الدم، الإخراج، البول، المية، كل حاجة. هي المشيمة دي هي أهم حاجة بالنسبة المشيمة هي المسؤولة عن نمو وسلامة الجنين طول 9 أشهر من أول شهر 3 لحد شهر 9. فكمان تغيير مكانها أو تغيير التصاقها بالطريقة الطبيعية في جدار الرحم هو ده اللي يؤدي إلى سموها المشيمة الملتصقة، أو المشيمة اللي هي ما فيش سبيس، ما فيش مسافة ما بين المشيمة وجدار الرحم الطبيعي. زي ما احنا شايفين في الصورة هنا إنه لازم في سبيس أو في فراغ ما بين المشيمة وجدار الرحم اللي هي موجودة فيه، نتيجة لوجود طبقة اسمها ديسيديو بيزالس، ده الترجمة الإنجليزية، أو نيتابوك لير اللي هي مسؤولة عن فصل المشيمة عن جدار الرحم. إذا حدث إن الطبقة دي مش موجودة، بتلزق المشيمة في جدار الرحم، اسمها تتغلغل في جدار الرحم. هذا التغلغل يكون على 3 درجات، يا إما تغلغل سطحي، حضرتك شايف في الصورة دي في مسافة عند الأسهم ما بين المشيمة وجدار الرحم، في طبقة سودة كده، هو ده الطبيعي بتاع المشيمة. إذا تغير هذا المنظر ومبقاش فيه الطبقة دي، بتلزق في جدار الرحم. هذا التغلغل يا إما يكون تغلغل سطحي وتسمى بلاسينتا أكريتا، أو تغلغل في جدار الرحم الداخلي نفسه بتبقى اسمها إنكريتا، أو نتعدي جدار الرحم وتوصل للسيروزا وتوصل للمثانة البولية بيسموها بيركريتا، وده أخطر أنواع البلاسينتا او المشيمه الملتصقه. طيب ايه الفرق؟ في واحده نقطه معلومه مهمه، في واحده من كل 530 سيده حامل بيحصل لها او مشيمه ملتصقه. ده الانسيدنس بتاعها او نسبتها قد ايه؟ ده رقم كبير. ليه رقم كبير كده؟
نتيجة لعوامل كتير خالص، اللي هي زيادة معدلات القيصريات، زيادة عمليات الكحت، استئصال أورام ليفية تمت بطريقة خاطئة، عمليات المناظير اللي هي استئصال بطانة الرحم الداخلية بالمنظار، الالتهابات المزمنة المتكررة جوة بطانة الرحم، واخد بال حضرتك؟ فدي كلها هذه العوامل أدت إلى زيادة نسب حدوث البلاسيمتا أكيوتا أو المشيمة الملتصقة. فيجب علينا إن احنا حذرين جدا واحنا بنتعامل مع أخذ قرار نسيت تولد طبيعي ولا قيصري، أو هم بيعملوا عمليات الكحت، واحنا اتكلمنا حلقة كاملة عن هذا الموضوع قبل كده، لازم نتعامل بطريقة صحيحة بحيث إن احنا ما نجرش على طبقة الديسيديو بيزالز اللي هي مسؤولة عن فصل المشيمة عن جدار الرحم. ايه الفرق بين المشيمه الملتصقه؟ النهارده كلها يعني الفاظ بنفسرها. احنا قلنا ايه هي المشيمه الملتصقه، طب في حاجه اسمها المشيمه المتقدمه، ايه الفرق بين الاثنين؟ المشيمه المتقدمه اللي هي باسنتا بريفيا، اللي هي مجرد سقوط المشيمه من مكانها في اعلى الرحم في الفندس يعني الى الجزء الاسفل من الرحم زي ما احنا شايفين كده. المشيمه تبقى اسفل العيل، يقول لك المشيمه ساقطه اسفل العيل، وقع تحت دماغ تحت العيل عند عنق الرحم، عنق رحم تحت اللي تحت. فهنا في الصوره زي ما احنا شايفين المشيمه يا اما بتكون ساقطه بحيث ان هي هتبقى على الجنب بس مش واصله لعنق الرحم، دي درجه. الدرجه الثانيه انها تكون ساقطه وواصله لعنق الرحم بس مش مغطيه بالكامل، دي الدرجه الثانيه، او انها تكون ساقطه خالص ومغطيه عنق الرحم بالكامل، ودي درجه ثالثه، ودي يعني اصعب الانواع اسمها المشيمه المتقدمه. لكن في سبيس او في مسافه بينها وبين جدار الرحم، فبقاش هنا في مشكله جامد، بس هنا في كل الاحتياطات، يبقى في راحه، ما بقاش في مجهود كتير عشان ما يحصلش سيبريشن، ما يحصلش ان هي انفصال. دي بس ده كل وطبعا لها احتياطات كتير جدا. المشيمه الملتصقه بتبقى مش لازم، ممكن تكون ملتصقه فوق او ملتصقه تحت في الجدار الامامي او في الجدار الخلفي، ملتصقه. لكن اصعب الانواع في المشيمه الملتصقه اللي هي تكون اسفل بريفيا متقدمة وكمان ملتصقة، دي تبقى صعبة جدا. السؤال الكلاسيكي اللي انا استوحيه من كلام حضرتك، انت قلت لي ان الارقام بتاعتها في زيادة بتزيد. بتزيد ده معناها انه اكيد في اسباب علمية واسباب تانية بتخلي المسألة اكتر في مناطق معينة زي مثلا مصر مثلا. هل احنا بقى واحد كل 530 ولا اكتر شوية احنا برضو؟ لا احنا واحد في الشرق الاوسط عموما، بالذات مصر ودول اخرى زي الهند او كده، النسبه من 1 الى 530 535 533 برضه نتيجه لزياده نسب معدلات الناس بتستسهل يعني قيصريه، زادت بطريقه بشعه، ويجب ان يكون في وقفه هنا من الدوله في هذا المجال. لازم يبقى في تحديد او زي نحد من اجراء عمليات القيصريه ان هي لها سبب كبير، لان خلي بال حضرتك المشيمه الملتصقه دي يعني اصعب مضاعفات ممكن يقابلها الست الحامل والطبيب المباشر للحاله. هل هذه الحاله المرضيه لها اعراض ولا ممكن تبقى في حاله غامضه؟ هو طبعا بالنسبه للاعراض، هو الواحد لازم لو كان الدكتور واعي وصاحي وعنده خبره هيقدر يعرف من الهيستوري ياخد باله من ايه الاول. يعني انا واحده جايه لي حامل و يعني عملت قيصريه قبل كده او قيصريتين او عملت كحت او عملت منظار عشان تحمل، لازم اعرف لما هتحمل افكر بقى لما تيجي معدل ظهور المشيمه هي في الجدار الامامي ولا في الجدار الخلفي، هي تحت في عنق الرحم ولا فوق، ابدا بقى اخطط او اكتب نفس ملاحظات كده، انا لازم اسيرش عن البلاسينتا اكيوتي، عن البلاسينتا بريفي، على المشيمه المتقدمه، على المشيمه الملتصقه. طول ما هو بيعمل كده مش هيخطأ فيه. بالنسبه للاعراض هيبقى فيه يعني اتاكس اوف بليدنج، يعني يبقى فيه نوبات من النزيف المتقطع اثناء الحمل، ممكن يحصل في اول 3 شهور او في الثلاث شهور اللي في النص او في الاخر. ده اهم حاجه. او تحصل انه يبقى فيه مثلا تقل باستمرار في مكان الجرح القيصري اللي قبل كده، او ان يبقى فيه حركه البيبي دايما تبقى قليله. كل دي من ضمن الاعراض اللي دايما تشتكي منها المريضه، ده في نقط دم بتنزل، لا ده فيه سبوتنج او فيه تقل دايما، في وجع في مكان العمليه، في يعني من بدري من الاول تقول في تندر سكار، تندر سكار يعني جرح العمليه بكده بيوجعني يفضل يزيد طول فتره الحمل او ينزل دم، دي من اهم الاعراض. تجمع الاعراض دي بقى مع
الهيستوري او مع التاريخ المرضي ومع العمليات اللي عملتها قبل كده هتوصل لتشخيص. التشخيص هو الجولد ستاندرد في هذا الموضوع، اهم حاجه في التشخيص. خلي بالك يا فندم ان احنا بنتكلم على حاله مرضيه مش مشهوره عند الناس، يعني عن مشهوره عندنا احنا كاطباء، لكن الناس نفسها ما تعرفش عنها معلومات كتير. يجب ان يتم التوعيه. في التوعيه دي تشمل التشخيص، ازاي اشخص هذه الحاله؟ تشخيص المشيمه الملتصقه بيتم زي ما قلت لحضرتك الاول بالهيستوري اللي هو التاريخ المرضي، اجراء عمليات قبل كده، حد في العياله حصل له قبل كده، هل عندها توأم ولا لا، لان التوأم من ضمن الحاجات اللي ممكن يحصل معاها. بعد كده نستخدم السونار، ثنائي الابعاد، ثنائي الابعاد عادي اللي هو بس يكون مهبلي، ده هيشخص كويس جدا. التشخيص بالسونار ثلاثي الابعاد او رباعي الابعاد بالباور دوبلر اللي هو اشعه الدوبلر الملونه على الاوعيه الدمويه بتشخص كويس جدا. كمان بتشخص بالرنين المغناطيسي. الرنين المغناطيسي ده اهم، ده رقم واحد. الرنين المغناطيسي الصوره بتاعته زي ما حضرتك شايف كده قدامنا، لما تخطا هتبقى في بلاك سبوتس او بلاك باتشز موجوده على مكان المشيمه، فده واضح جدا بالرنين المغناطيسي ان هي بلاسينتي اكريتا او مشيمه ملتصقه. بالاشعه الدوبلر بيبان ان فيه زي بحيرات كتير في جسم المشيمه نفسها، حويصلات فاضيه او بحيرات فيها تيربلنت فلو، فيها دم ماشي، تلاقي فيها يا اما واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه، لو هي واحده او اثنين تبقى درجه اولى، او من ثلاثه لسته تبقى درجه ثانيه، اكثر من سته تبقى درجه ثالثه. ده بالدوبلر. كمان في حاجه اسمها فيدر لاكيوني فيدر فيسلز اللي هي الحويصلات او البحيرات الموجوده في المشيمه، يبقى جواها اوعيه دمويه زي ما احنا شايفين كده، ده اسمها لاكيوني. لاكيوني هي بحيره. بحيره لما تتعدد هذه البحيرات تصغير عش، لكن يعني تصغير يعني عش صغير. لما يبقوا كتير في المشيمه وانت بتعمل السونار تشك دايما ان دي كذا، لما تحط عليها الدوبلر اشعه الدوبلر وتلاقي فيها اوعيه دمويه اسمه فيدر فيسل، يبقى انت عندك بنسبه 70-80% هيطلع بلاسينتا اكريتا او مشيمه ملتصقه، يبقى لازم تحتاط. هنا بقى الصوره دي برضو ديت اسمها باور دوبلر، يعني اشعه الدوبلر الفائقه، يعني بتبين الاوعيه الدمويه الفظيعه جدا اللي هي نتيجه التصاق المشيمه. الاوعيه الدمويه بتبقى عاليه جدا وكبيره جدا ومنتفخه جدا، وممكن تعدي جدار الرحم وتوصل للمثانة، دي من افظع الدرجات يعني. ده بالنسبه لاشعه الدوبلر. فالتشخيص هنا لو استخدمت كل الوسائل دي بتوصل تشخيص دقيق جدا، وتبقى عامل حسابك داخل الموضوع سيف جدا، تشتغل مظبوط يعني. هنا ممكن لو شخصت كويس وحضرت معاك بتاع الاشعه التداخليه ودخلت طلعت العيل، وتحاول تقدر تحافظ على الرحم، لان معظم الحالات دي بيتشال فيها رحم، بالذات لو كانت الست مكمله الفاميلي سايز بتاعها، عندها اولاد قبل كده، او ان هي عندها من الاولاد ما يكفي، خلاص لا ترغب في الانجاب. هنا القرار انك تشيل الرحم لو هي بلاسينتا اكيوتا درجه ثالثه، بلاسينتا او مشيمه معديه جدار الرحم واصله للمثانه، هتطلع العيل وتربط الاثنين الانترنال الياك ارتي اللي هم الهايبوجاستريك ارتي اللي هم الشرايين الرئيسيه اللي بتطلع الشريان بتاع الرحم الرئيسي، بيتربطهم او بتحط اشعه تداخليه يحط فيهم الجلطه او يحط فيهم القسطره ويتقفلوا، وبتشيل الرحم بتنقذ الست. التردد في هذا القرار بيضيع حياه السيده. فده لازم القرار واضح وصريح. اما اذا كانت السيده اول ولاده ليها وده صعب جدا بس بعد شفناها وبلاسينتا اكريتا، تستخدم كل الحاجات دي وتقدر تحافظ على رحم، ما فيهاش اي مشكله. اذهب الى العلاج، يعني احنا شويه طبعا الاساليب التشخيصيه بتروح اكتر لشباب الاطباء للمرضى عشان يبقى عندهم ثقافه انه لازم يعمل لما يطلب منه اشعه ثلاثيه الابعاد، لما يطلب منه دوبلر، يطلب منها يعني من المريضه. اوكي خلاص انا فهمت انه احنا عندنا حاله خطره، والعلاج هنا لازم يكون متكامل. كيس الناس هي مشيمه ملتصقه اخطر حاله، اخطر حاله لازم فيها كونسنت، لازم فيها كونسلنج، لازم الدكتور يقعد مع المريضه واهلها ويشرح لهم الحاله دي ايه ومضاعفاتها ايه وهنصرف ازاي وهنعمل ايه. ومفيش مانع ابدا ان زوجها يخش معاه العمليه عشان يشوف بنفسه، عشان مش هيصدق انت بتشيل الرحم ليه. طب انت مثلا ما شلتش الرحم، طب حصل نزيف ليه وخد الدم ليه، لان انت هنا بتحتاج دم كتير جدا. الصوره دي حلوه جدا. يعني المنظر ايه الصوره دي بقى؟ ديت مشيمه ملتصقه لم يتم فيها ازاله رحم. ديت بيسموها فوكال بلاسينتا اكيتا او مشيمه ملتصقه موضوعيه، مش واخده كل مساحه البلاسينتا، مساحه المشيمه الرحم يعني.
بس. فهنا بتقدر تشيل المشيمه مع الجزء من الرحم او عضلات الرحم اللي لازقه فيه المشيمه. نقدر نشيلهم نعمل لهم اكسجين، نغسلهم خالص ونرجع نخيطه تاني من اول وجديد، واحيانا بنحط فيه مش شبكه. الصوره دي دي عمليه يعني. هنا برضه عمليه للمشيمه الملتصقه، بتحتاج تسال العلاج يعني. هنا الصوره اللي هي زي الابيض واسود دي اللي هي الاشعه التداخليه. بيخش على الانترنال الك ارتز، هو اسمهم كده الشرايين الرئيسيه اللي بيطلع منهم الشريان الرئيسي الموازي للرحم. بنعمل فيهم زي جلطه او زي احداث جلطه، احداث جلطه عشان يتقفل يعني، نقفلهم يعني. وبعد كده بقى بنقفل الشريان الرئيسي كمان للرحم، وبعد كده بنعمل غرز معينه عشان دي في حاله الحفاظ على الرحم يعني. بيسموها بي لينش، ترانزفيرس بي لينش، ان احنا نخيط حوالين مكان البلاسينتا او المشيمه بغرز معينه تقدر توقف النزيف، او ان احنا نعملها غرز بالعكس فيرتيكال طوليه، بنقفل جدار الرحم الامامي على الخلفي النظام في بعض يتقفل عشان نوقف النزيف، او نعمل حاجه اسمها هيمن تكنيك اللي هي بنقفل الشرايين الرئيسيه من الرحم من الجنبين، وبنعمل غرز زي الكابوتيني كده في اللور سيجمنت اللي هي فيها مكان المشيمه. دي برضه عمليه مشهوره جدا. وفي حاجات يعني في حاجات كتير، كل دكتور على حسب خبرته في هذا المجال. بتقدر في غرز يعني، في غرز كتير قوي بتتعمل، هي الموضوع كله عباره عن عمليه وغرز. في 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 رحم بالكامل بتعمل له كابوتينيه. في تعمل مربعات في مكان المشيمه، مربع هنا ومربع هنا، وتوصلهم ببعض بالغرز برضه في الجدار الامامي والجدار الخلفي عشان توقف النزيف، وتحط بعد كده باك او حاجه تضغط جوه تجويف الرحم، وتحط درناع، وتقفل برضه الشرايين المغذيه للرحم. كل دي عمليات اثبتت نجاح وبتستخدم كتير جدا دلوقتي. لو جات لك حاله قالت لك انا هي في حاله حمل، في بدايه الحمل، وخايفه من موضوع البلاسينتا، كيف هل يمكن الوقايه من حدوث بلاسينتا ملتصقه؟ ده سؤال مهم جدا بقى. هل المشيمه الملتصقه ممكن تكتشفها بدري؟ وده السؤال. ممكن تكتشفها في اول الحمل. ازاي؟ لو ست حامل وعامله قيصريه قبل كده مثلا، وكيس الحمل لانها واطي تحت، ولازم تتوقع ان ده هيحصل فيه مشيمه ملتصقه. طب كيس الحمل لازق فيه السكار او في المكان العمليه بتاعه القيصريه وهي شهرين او ثلاث شهور، هيبان عندك، تتوقع ان بنسبه 70-80% هيجي لها مشيمه ملتصقه، فتتخلص من هذا الموضوع، تتخلص منه انك تعمل له اسبيريشن تشفطه، زي الحقن المجاري كده بتشفط البويضات، او انك تحقن فيه ميثوتريكسيد تموته عشان ما يحصلش ان احنا نوصل. ايوه، ما هو ده هيحصل بالذات لو كان في السكار او في مكان عمليه قيصريه قبل كده. ده 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 التشخيص بقى. بس ده مين بقى اللي فاهم؟ اللي مركز، اللي بيشوف كيس الحمل ده مش مجرد كيس اهو فيه نبض وخلاص، لا، مكانه فين؟ طب تحت، طب تحت فين؟ تحت مكان القيصريه ولا فوق ولا في الجرح نفسه؟ ده مهم خالص يا دكتور ايمن. ده يعني ده هنا اذا اسمه سيزيريان سيكشن سكار. بريجننسي سيزيريان سيكشن سكار، يعني الحمل في مكان، في مكان القيصريه قبل كده، القيصريه القديمه، ده 100% هيجي لها مشيمه ملتصقه. تقدر تتعامل معها من بدري بكذا طريقه من غير ما تاذي السيده، واخد بال حضرتك؟ فهنا الاكتشاف المبكر للمشيمه الملتصقه، وبالتالي تتعامل معاه. التكنولوجيا لعبت دور مهم في التعامل معاها. التكنولوجيا هو كده بقى، انك تكتشف ده بايه؟ بس يعني بالسونار ثلاثي الابعاد. دي تكنولوجيا. دي تكنولوجيا. بالباور دوبلر. تكنولوجيا. دي تكنولوجيا. انك تكتشف حاجه اسمها الفتق في جرح القيصريه قبل كده، اللي هو السكار نيش. موضه دلوقتي والمناظير وبتشتغل فيه كتير قوي. السكار نيش ده ممكن يجي فيه الحمل حتى في بدايته، فيعمل مشيمه ملتصقه. كل ده بيتم تشخيصه بالسونار ثلاثي الابعاد، بالباور دوبلر، بالمنظار، منظار رحمي. وعن طريقه ممكن انت تعمل تتعامل مع هذا كيس الحمل لو انت تاكدت ان هو ممكن يؤدي الى مشاكل المشيمه الملتصقه. هو ده التكنولوجيا. هو ده التكنولوجي المهم، وانا احييك على اختيارك لهذه الحلقه، لان انت قدمت النهارده خدمه جليله جدا للمجتمع الطبي والمجتمع عموما، الست الحامل، لان انت لفتت نظرنا لحته ايمرجنسي بقى. يعني احنا يعني مع الاي في اف ما فيهوش ايمرجنسي، ما فيهوش طوارئ،
قليلة. نخرج شوية من اي بالظبط كده. الموضوع مهم، الموضوع emergency طوارئ. هو مش emergency بس، احنا بنلاحظ ان بالذات شباب الاطباء يعني بيبقى يعني عايز يبني مستقبله، فخايف ان هو ياخد قرار زي ده يقول لك ده شل الرحم، يقعد يتردد ويقعد في الحاله. مثلا الحالات دي مع الدكاتره في ناس بتقعد 9 ساعات يشتغل فيها، ويجيبوا دمه بلازمه ويعملوا لها عنايه مركزه ويودوها مستشفى كذا ويجيبوا هو قرار يا بيه، قرار اتاخد في دقيقه، في اقل من نص دقيقه انقذت السيره وانقذت نفسك. ما خدتوش وقعدت تقول اصل وهيحصل والناس هتزعل والناس، هو ديسيجن، انت شخصت خدت القرار اشتغلت، الناس تيجي تشكرك ويقول لك انت انقذت حياه، انقذت حياتي وحصلت مع جميع الاطباء. فالرساله الى شباب الاطباء، لا تتردد في التعامل مع المشيمة الملتصقه. اذا كان الموضوع محتاج استئصال رحم استأصل الرحم، وما تخافش وهات الناس ودخلهم ووريهم وقول لهم ومضيهم واشتغل. كل ده مش هياخد دقيقه واحده. غير كده يعني الموضوع هيبقى صعب جدا، هتفقد حاجات كتير. الطب السيده بتفقد مستقبل حاجات كتير. الطب ليس فيه نوع من انواع التهور، الطب مبني على العلم، لان واحد اثنين ثلاثه بيقول كذا، لقيت مشيمه لازم اتصرف بالطريقه، مشيمه بالشكل ده لازم اتصرف بالطريقه دي. غير كده يبقى انت بتحرك او بمعنى صح بتغامر، والطب ما فيهوش المغامره. طب علم لازم ينفذ طبقا لقواعد معينه. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور عادل ابو حسن، حقيقه ابدعت ومتشكر جدا على تشريفك لينا ومتشكر على اختيارك. اشكرك ان سمحت لنا ننقل الرساله دي اللي مهمه جدا جدا، بتتكرر كتير في هذا الزمن بالذات لشباب الاطباء، ديت نصيحه يعني. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا دكتور ايمن، والبرنامج كله طيبين. كل سنه وانتم طيبين، وخليكم دايما مع الناس الحلوه. يا جماعه خلينا واقعيين، احنا عندنا مشاكل في العمود الفقري وهي مشاكل صعبة هنتعامل معها بالعلم. دايما بقول لتلامذتي يا اولاد خدوا بالعلم، ان العلم لو كان لقى في السحر وسيلة نافعة كنا هنتعلم السحر ونعلمه لكم. العلاج الجراحي ما بيبقاش ابدا في الحالات اللي جاية بدري، انت ما بتوفرش للمريض، ده بالعكس ده انت بتعك الدنيا. تحط سمك على لبن على تمر هندي، وعشان نصلح ده ونفصلهم عن بعض احنا محتاجين معجزة أو مهمة مستحيلة. الغضروف الصناعي بيؤدي تقريبا 95% من وظائف الغضروف الطبيعي وبيفضل مدى الحياة. الجراحات محدودة التدخل تعالج الآن مشاكل العمود الفقري بنسب نجاح تتجاوز 90%. الجراح اللي يقدر يعمل الجراحات محدودة التدخل، يعني يستطيع أن يجري جراحة بالمنظار والميكروسكوب، ده جراح بيقدر يعمل كويس الجراحات العادية وبأحسن ما يكون. الأستاذ الدكتور يسري الحميلي، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري. الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، مدير مستشفى نيوروسباين للجراحات المتخصصة. ضيف العزيز هو طبعا قمة علمية كبيرة في عالم جراحة المخ والأعصاب، وهو واحد من قمم هذه الجراحة مش في مصر بس، في الوطن العربي، وواحد من البارعين في عالم الجراحات المتخصصة وعالم جراحات محدودة التدخل، هو أستاذنا الأستاذ دكتور يوسف الحميلي. أهلا بك يا أستاذنا. أهلا بك يا دكتور أيمن. هل الناس بتحب اللي بيضحك عليهم؟ دي حقيقة بجد للأسف. مش كل الناس طبعا، يعني أحسن ناس ما يضحكش عليها هي الناس اللي عندها خبرة. الخبرة دي ممكن أكون باخدها من المجتمع حواليا، من حد جاري، من حد صاحبي، من حد أنا عرفته. لكن دايما الناس بتدور على الحاجة السهلة، وزي ما بيقولوا كده وراء كل نصاب طماع. إزاي طماع؟ أنا آسف، هو الطمع في أنك تبقى بصحة جيدة ده مطلب شرعي ومطلوب، وده هدفنا كلنا. ولكن أنك أنت تبقى عندك مشكلة كبيرة جدا في العمود الفقري وتتصور أنك أنت هتحل المشكلة دي بجلسة عند واحد، أنا آسف، كل تعليمه أنه يعني بيعرف يقرأ ويكتب يدوب، وتتصور أن الجلطة اللي حصلت في المخ وكل علاجها أنك تروح لواحد يقطع لك في جسمك عفوا وينزل شوية دم ويقول لك دم فاسد ويضحك عليك بالكلام ده كله. للأسف في أطباء دلوقتي خريج كلية الطب، في بعض أنا شفتها، أنا لسه شايف حد امبارح
وبيتكلم في الحجامة على أنها علاجات وأنه عامل مؤسسة وبتاع حاجة يعني تدعو للأسف الشديد أنه واحد خريج كلية الطب يعني اللي كان بيكلم معرفش كان خريج كلية الطب ولا بيدعي أنه خريج كلية الطب فتبقى نصيبة أنه حد خريج كلية الطب وإن كان فاشل ما هو في مش كل خريج طب شاطرين ما ممكن واحد يكون خريج طب فاشل يعني طبعا وللأسف امتهن هذه الخزعبلات يمكن دايما لما بيبقى عندنا حاجة صعبة بندور على حلول وهمية ليها يمكن دايما الناس بتتكلم عن الجن وتضع له يعني كتب وأساطير وبدل انه حاجة مبهمة وبيحط المعجزات مع ان ده مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى له ما له وعليه ما عليه جراحات العمود الفقري من الحاجات الصعبة جدا مشاكل العمود الفقري بالذات من أصعب المشاكل اللي بيواجهها الإنسان ولما تتعامل مع حاجة صعبة انت بتدور على حاجات كتير جدا وساعات الواقع بيبقى مؤلم فالناس بتتصدم بالواقع ده فتبحث عن الوهم ما بتلاقيش في الدول الغنية المتطورة حد بيطلع إشاعة أنه بيولد الفلوس أو بيجيب الزئبق الأحمر عشان يطلع بتلاقيه ده في الدول الفقيرة لأنه هو المال بالنسبة له مطلب يومي بالتالي ما تلاقيش حد بيتكلم عن الدجل كتير في التجميل أو في الأمراض السهلة لكن بيبقى في الحاجات الصعبة عمود الفقر طب خلينا نبدأ بداية قوية جدا النهاردة عندنا فقرات كتيرة عندنا أشياء كثيرة في فوازير في أفلام كمان مش أفلام وقائع وبمسميات معينة حضرتك هترجمها لنا للواقع المخ والأعصاب لكن نبدأ بالأبيض والأسود والرمادي أبيض أسود أم رمادي كبار السن والفيميل النساء هم الاكثر عرضه لمشاكل العمود الفقري والعظام ابيض لا اسود طبعا اسود طبعا اكثر مشاكل العمود الفقري بتعتمد اكثر على السن لو احنا بنتكلم عن فئه الشباب والسن الصغير بيبقوا الرجال اكثر بالذات في مجتمعنا لان الرجال بيتعرضوا للاعمال وللشغل وللشيل والمجهود العنيف في مجتمعنا برضو لما نيجي نعدي السن ده اللي هو عدينا ال 35 40 سنه بتبقى الستات اكثر لحد سن ال 60 سنه 65 سنه لان الستات عندنا للاسف اللياقه البدنيه بتضعف قوي 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 عندهم عند سن من 35 والفوق بسبب الحمل والولادة المتكرر بسبب عادات الغذاء الغير منتظمة بسبب عدم الانتظام في اللياقة البدنية والرياضة فالموضوع كله بيعتمد على إحصاءات كل مجتمع غير التاني مش كل المجتمعات زي بعضها يعني أمريكا غير أوروبا غير مصر غير أفريقيا غير شرق آسيا إذا جاء المريض مبكرا دي صعبة أوي. فإن التدخل الجراحي يصير يعني نسبته أو فرصته قليلة للغاية أبيض ولا أسود أبيض طبعا كل ما عالجنا بدري كل ما كانت النتائج أحسن بكثير جدا 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 وكل ما كانت وسائل التعامل مع المشكلة أسهل وأبسط على المريض وعلى الطبيب والنتائج أفضل وبالتالي العلاج الجراحي ما بيبقاش أبدا في الحالات اللي جاية بدري والأجمل من ده كمان الوقاية يا سلام لو عندنا توعية احنا يمكن عشان كده برامجنا دي وظهورنا دي بتغير في سلوك المجتمع بتغير في العادات بتؤصل الصحيح وتصحح المفاهيم الخطأ ثلاث حاجات لعبوا دور كبير جدا وراء تقدم جراحات العمود الفقري أولا الجراحة الميكروسكوبية والجراحة الملاحية وجراحات المناظير أبيض طبعا شديد البياض ده أبيض لأن أنت انتقلت بالمريض بتاعك من حقبة إلى حقبة أخرى النهاردة لما بنعمل عملية بالمنظار العملية بالمنظار دي بتحل لنا معضلة كبيرة جدا جدا بتحل لنا مهمة كانت مستحيلة ازاي مهمة مستحيلة ان مريض عنده غضروف ضغط على عصب مؤثر على الرجل بدخل اعمل له عملية والمريض اول ما يفهم البنج بيقف ويمشي ويقعد ويوطي ويتحرك ليه لاني ما شلتش اي حاجة من تركيب العمود الفقري الطبيعي يبقى انا حققت المهمة المستحيلة التكنولوجيا الحديثة في جراحات العمود الفقري جعلتنا نتدخل او نستطيع التدخل لعلاج اكتر من غضروف في عملية واحدة أبيض طبعا ده احنا مش بس بنعالج غضروف ده احنا بنعالج غضروف وممكن نعالج خشونة
وممكن نعمل تثبيت فقرات، وممكن نعمل توسيع لقناه الحبل الشوكي مش 3 × 4 × 1، ده احنا بنعمل كتير جدا جدا باستخدام التكنولوجي وباقل القليل من الفتحات وباقل القليل من العبء الطبي والعبء المادي على المريض. عندي اول جمله او اول كلمه هي هذه: الخديعه الكبرى. ما هي الخديعه الكبرى التي ربما تطلق حول مريض بمرض من امراض العمود الفقري؟ الخديعه الكبرى هي العلاج بدون جراحه، بدون مشرط، بدون الم، بدون 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 بدون. دي خديعه كبرى، وناس كتير جدا برجلها بتيجي في المضاعفات والمشاكل الكبيره بسبب هذه المشكله. واللي بيقول كده بيبقى عامل زي اللي بيلم الفراشات على الضوء عشان يموته. فبالتالي دي برضو من الحاجات اللي بنقولها يا جماعة، خلينا واقعيين. احنا عندنا مشاكل في العمود الفقري وهي مشاكل صعبة، هنتعامل معها بالعلم. دايما بقول لتلامذتي يا أولاد خدوا بالعلم، لأن العلم لو كان لقى في السحر وسيلة نافعة كنا هنتعلم السحر ونعلمه لكم. في أكتر من كده، ما هو اللي بيقعد يدرس سنين ده مش صعب أبدا عليه أنه يمسك عصاية ويعالج بيها، والله ما صعبة، ده بيعمل الأصعب من كده بكتير. طيب هنا يجي سؤال التاني: من هو الحريف في جراحات العمود الفقري؟ الحريف ما بيتعلمش أو ما بيتولدش في لحظة، ما بينبعث كنبي. الحريف ده هو الإنسان اللي أخد بأساليب العلم الحديثة، اللي عنده موهبة وأمانة علمية وبيبذل مجهود، ومجهود رهيب جدا. وعلى فكرة أحد أهم المجهود اللي بيعمله الطبيب الحريف إنه بيشوف عينين كتير جدا، بيعمل عمليات كتير جدا. أحد الحاجات اللي بتميزنا في الدول الأوروبية وفي أمريكا لما بنسافر مؤتمرات أو لما الواحد فينا بيروح يشتغل هناك، وده تجربة أنا بعيشها دايما، بعيشها الأيام دي، إني لما بروح أعمل عمليات بلاقي اللي بعمله هناك أقل بكثير جدا من اللي بعمله هنا. زي ما بيقولوا كده، العين بيجينا هنا بعد ما يكون استوى من جميع الجهات، وبتعامل هنا مع مشاكل صعبة جدا جدا جدا، فبالتالي هناك بالنسبة لي بتبقى المشاكل أقل وأسهل. لما كنت بدور على الحريف دي كنت بفكر في المخ والأعصاب، وتحديدا في حضرتك. شكرا. الفقرة الثانية الفقرة الثانية في المتهم والجاني والبريء. جاني، متهم، أم بريء؟ هو السؤال الأولاني يعني سؤال مهم قوي: من لا يمتلك الجراحة الملاحية ولا يمتلك جراحات المناصير ويعتمد على خبرته فقط، الأولد اللي بيسموهم احنا الفيري أولد سكول، المتمسكين بالأولد سكول، ده تهم ولا جني ولا بري؟ ده المتهم طبعا. متهم. ما ينفعش في الوقت الحالي إن أنا بشتغل عندي في البيت شاشة فلات سكرين، وعندي وعندي وعندي، بركب عربية أوتوماتيك، بشغل التكييف، يعني ما ينفعش إن أنا أبقى بشتغل الجراحات بنفس الفكر بتاع ولا ينفع بالنسبة لي 10 سنين فاتوا. لا، ليه؟ لأن أنا كل ما باخد حاجة جديدة وبكتسب مهارة جديدة دي بتنعكس بمنتهى الأمانة على شغلي. وربنا دايما بيقول في كتابه العزيز: إن الله يحب المحسنين. المحسن ده حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال المحسن اللي لما بيذبح حتى الذبحة بيحسن الذبحة. فالمحسن في عمله هو اللي بياخد بتلابيب العلم الحديث، بيتعلم كل ما هو جديد، بيجيب الوسائل. شوف الصورة، الفيديو خير مثال. النهاردة احنا بنعمل توسيع للقناة العصبية بأداة دقيقة جدا اسمها مايكرو دريل، دي بتدخل مع المنظار. يعني أنا بقدر أعمل عملية كبيرة جدا كان بيتشال فيها العظم من العمود الفقري، وبتشال فيها حاجات كتير جدا، وبيضعف فيها العمود الفقري مئات المرات، والمريض بيطلع حلت له مشكلة وعملت له عاهة، بحلها بحاجة بسيطة جدا. مين اللي عمل ده؟ هو العلم الحديث. وبالتالي النهاردة لابد أن نأخذ بالأساليب الحديثة دي، ما بقتش في رفاهية، لا ده بقت أمانة علمية لابد أن نتعلمها. ده مثلا إزاي إن أنا أحول مريض عنده هشاشة اتزحلق في الحمام وجاله كسر، برجع له الفقرة سليمة تماما وببنج ومخدر موضعي، دون أن أعرض حياته للخطر من البنج، ودون أن
يقعد في السرير اسبوع واثنين وثلاثة، ده بيعمل عملية دي ويقوم يمشي على رجله في نفس الوقت. ده حقن الفقرات ببالونة مليانة اسمنت عظيم. طيب هختار لحضرتك ده سمك لبن تمر هندي. ده جملة شعبية بتقال، اتعملت فيلم، بس جملة شعبية بتقال انه الشغل ده مش مظبوط. مين اللي اتقال على عليه سمك لبن تمر هندي؟ الدكتور اللي بياخد المريض ويحط على اليافطة مركز او مكان وهو قاعد في شقة وبيخدع المريض ويفهمه انه هو بيعمله احسن حاجة وهو لا يمتلك الوسائل الحديثة من علم من أجهزة من إمكانات من معدات وبيعمل عملية تحت السلم أو في مستشفى تعبانة وبتكون النتيجة والضحية هو المريض. أنت ما بتوفرش للمريض، ده بالعكس، ده أنت بتعك الدنيا، تحط سمك على لبن على تمر هندي. وعشان نصلح ده ونفصلهم عن بعض احنا محتاجين معجزة أو مهمة مستحيلة، وساعات المريض بيحطنا في المهمة المستحيلة. الجريمة الضحكة، من هي الجريمة الضحكة في عالم جراحة المخ والأعصاب؟ العلاج بالعصاية. واللي أضحك منه الكواليتي بتاعت الناس اللي بتجيلك. ولما تلاقي ناس، أنا شفت ناس جاية يعني بتقول أنا روحت للعلاج بالعصاية، وناس مثقفة وناس هايلي إديوكيتد، يعني متعلمين. غريبة على فكرة. ليه؟ عايز انوه للموضوع ده يا جماعة، احنا 80% من مشاكل العمود الفقري يتم علاجها علاج تحفظي بدون جراحة. المشكلة بتقع عند اتنين، عند المريض اللي مش على دراية بمشكلته، وعند دكتور غير امين بيروح له مريض مش محتاج عملية بيكبر له الدنيا ويقول له عملية وهو مش محتاج عملية وكان هيخف بالعلاج التحفظي الجيد. ولما ما بيروح ما يلاقيش العلاج التحفظي الجيد بيلجأ إلى الدجل والشعوذة. وبالتالي إحنا لينا دور كبير جدا كأطباء، كل ما كنت إنسان كويس ومثال جيد للأطباء كل ما ساعدت الناس على أنها تنتهج النهج الصحيح. ودايما بقول أنت في مجتمعك مش مجرد طبيب، أنت لك رسالة، الرسالة دي بيبص عليها ناس كتير جدا، لو عملتها كويس هتصلح حاجات كتير جدا من غير ما تعمل مجهود. هذهب مع حضرتك الى جزء ثالث مهم جدا، وفي طبعا فوازير، فوازير طبية، بس الجزء الثالث اللي هو الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ هناك دمج مهاري مهم جدا الان في العالم ما بين الجراحة الملاحية وجراحات المناصير. طبعا ده يقين، اكيد طبعا يقين. ده بندخل ثلاث حاجات مع بعض او اربع خمس حاجات. الجراحه الملاحيه بندخل معاه الميكروسكوب والمناظير وبندخل ليزر وبندخل وسائل كثيره جدا كلها انتجريتد، يعني متعاونه ومتشابكه مع بعضها علشان نقدر نوصل المريض الى حاله صحيه امنه تماما. انا النهارده لما باجي اعمل عمليه في الغضروف زي ما احنا شايفين كده، ده غضروف، هدخل اشيل الغضروف ده ازاي؟ هحدد ازاي انا هدخل على الغضروف ده من غير ما افتح للمريض فتحه؟ ده انا بدخل من خرم ابره على الغضروف ده، بحقنه بماده واصوره تحت الاشعه واركب ده على الكمبيوتر واوصل ده باجهزه استحساس شغاله بالالكتروماجنتيك ويف زي موجات الراديو والتلفزيون، ودي بتخليني وانا بشتغل العمليه اشيل الغضروف اعرف شلت ايه وازاي وكم في المية من المشكلة وحليت المشكلة ازاي، وازاي استخدم الليزر بدقة شديدة جدا في ان انا اصل الى نتيجة عالية جدا جدا دون ان احدث اي عطب او تغيير في التركيب الطبيعي للعمود الفقري. الفزورة هي عبارة عن تدعيم لفكرة انه انا سمعت كويس، انا سمعت كويس من حضرتك، والكلام اللي هقوله هو كلام انت قلته لي قبل كده، بس انا هقوله بطريقه اللي انا سمعتها منك وانت تقول لي انا قصدي على ايه. فزوره، تمام، عشان نثبت انه الفزوره ديت يعني اهم حاجه. نوع معين من الجراحات بيسموها جراحات الثقب الصغير، اكيد عرفتها طبعا خلاص. طبعا. هي دلوقتي الموضه الاعلم والاعلى والافضل والاكثر شيوعا في العالم المتحضر. جراحات المناظير طبعا، المناظير محدوده التدخل. فعلا هي محدوده التدخل او المناظير. دي رقم واحد طبعا. هم يعني بره بيسموها كي هول سيرجري. كي هول يعني
الفتحة اللي بدخل منها بالمفتاح. تخيل انت بتفتح الباب بمفتاح غير لما تكسر الباب وتدخل. الجراحات التقليدية كلها انا بشيل الباب بالكامل عشان ادخل الغرفة وارجع اركب الباب تاني او ما اركبوش. الجراحات الحديثة كلها هي زي الكيهول، بدخل بالمفتاح احل اللغز واطلع وارجع الاماكن تاني. فهي اهمها جراحات المناظير، اهم ركن فيها بستخدمه هو الجراحات الملاحية طبعا بالنسبة لنا احنا في المخ والاعصاب والعمود الفقري. اكتر كلمة او اكتر جملة بتوضع على بعض اليفط تنرفز اي استاذ مخ واعصاب، تنرفز اي حد انترستد بالطب في مصر، علاج باسلوب معين هو؟ طبعا انا قلت من شوية العلاج بالعصاية او العلاج بدون جراحة بدون قلم بدون اي شيء يعني حتى هم كتبوها لغاية الاخر بدون اي شيء هو زي ما قلت واحد بيطمع في نتيجة كويسة من غير ما يبذل مجهود. على فكرة الطب الحديث دلوقتي بيعتمد في علاج المشاكل المستعصية على مشاركة المريض. المريض لازم يشارك ازاي؟ باقتناعه بيشارك، بمشاركته في الخطة العلاجية بيشارك، بهدفه الأعلى. أنا ما شفتش مريض عنده هدف إنه يخف وبيستعين بالله وبدكتور كويس وما بيخفش، ما بيحصلش. حتى في أصعب وأعصر الأمراض ربنا دايما سبحانه وتعالى بيدي الإنسان المجتهد بيديله كويس. ودايما بقول للمريض خلي بالك كل ما كان عندك طموح للنجاح أنت هتنجح. كلنا جربنا ده في حاجات كتيرة. وجودك معنا أثرنا بشكل كبير جدا، أثر الثقافة الطبية في عالم المخ والأعصاب، العالم الأكثر صعوبة، أكثر دقة، أكثر أهمية وخطورة في نفس الوقت. إذا كانت لهذه المؤسسة أعمدة الرئيسية بنيت عليها فأنت أحد هذه الأعمدة، ونفتخر بهذا وجودك معنا، شرف كبير لينا ولمؤسستنا. شكرا دكتور أيمن، شكرا جزيلا. طبعا أضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة أستاذ دكتور ياسر حميلي كان في الناس الحلوة. خليكم دايما على الناس الحلوة. لو قلت لك أنه يعتقد الكثيرون أن تكميم المعدة لا تصلح لمريض السكر، ده اعتقد يبقى صح ولا اعتقد خاطئ؟ هل تحويل المسار في المرضى اللي عندهم سكر في سن صغير هتجيب أن هي تشفيه بنسبة 100%؟ من واقع الأمر لا، خاصة لو المريض ده بياخد انسولين. مش كل درجات السكر واحدة، ومش كل الناس جالها سكر في وقت واحد. هيبقى في مريض جه سكر من 15 سنة، وفي مريض جاله سكر من 10 سنين، في مريض جاله سكر من 5 سنين. فرق بين التجربة الناجحة وبين المحاولة اللي مش مبنية على أساس علم. هو إيه اللي بيسبب القلق للعيان؟ اللي أثر في النزول في الوزن هو البيهيفير. هو فت إنه يعمل عملية أو ما يعملش عملية، وبيعملوا العمليات وبيعيشوا حياتهم من سن 60. الالتزام بتعليمات العملية على مدار 12 شهر الأولانيين. الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم، أستاذ جراحات السمنة المفرطة، استشاري جراحات المناظير، كلية طب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO. ضيف العزيز الأستاذ دكتور وليد إبراهيم، أهلا بك دكتور وليد. أهلا دكتور وليد، وحشني جدا جدا. النهاردة عنواننا حقائق حول جراحات السمنة المفرطة. حقائق، هو سؤال كلاسيكي في الأول، هل ترى أنه لسه في حقائق لم تعلن حتى الآن في جراحات السمنة المفرطة على المشاهد العربي؟ هو من الواضح أن في الفترة الأخيرة بقى في لغط كتير. يعني أول ما بدأت جراحات السمنة وبدأت تنتشر في مصر كان الكلام عليها قليل، وكان الكلام الأكتر على الأعراض الجانبية لأنها كانت مؤثرة بشكل كبير، وكان في قلة خبرة من بعض الجراحين وهي بتشتغل جراحات السمنة، فكان في أعراض جانبية موجودة، وبالتالي كان هو ده اللي ملفت للنظر. وبعد كده لما كتر أعداد الناس اللي عملت عمليات سواء كان تكميم أو تحويل، وبدأت الحاجات الإيجابية تظهر،
في صورة شكلية اللي هي صورة نزول الوزن وتغيير المنظر، والناحية الطبية ان الضغط بيختفي والسكر بيختفي وامراض الفقرات بتنتهي، كل الاعراض الجانبية النتيجة لزيادة الوزن بدأت كلها تختفي تماما، فبدأت الايجابيات تظهر. مع ظهور الايجابيات الكتيرة فبدأت تزيد حالة من الارتباك وزي ما نقول اشاعات في العمليات، وبدأ يبقى فيه حاجات زي البروباجندا او القنابل اللي بدأت تتقال في الماركتينج عشان يبقى فيها نوع من انواع الجذب. وبالتالي بقى فيه لغط كتير، انما هي فيها حقائق لازم توضح للناس. طبعا في حقائق لازم توضح للناس، واحنا اللي هنحاول نوضحه بحسب معرفتنا وحسب خبرتنا في الفترة اللي احنا اشتغلنا فيها من واقع العيانين نفسه. طب انا عايز اقول السؤال برضو هبدأ بيه كده، هل الناس فاهمة دلوقتي ان كل وزن كل وضعية جسمية ليها عملية؟ الى حد ما لا. يعني في ناس بيبقى لسه وزنها 130 كيلو و150 وبيتكلم بشفط دهون. في ناس بيبقى اوزانها عاليه وبتتكلم في تركيب بالونه. فالى حد ما برضو مش واصل للناس جراحات السمنه اللي هي اختصاصها يعني لو سميناها هي جراحات المعده والامعاء. اللي هي جراحات المناظير، اللي هي دكاتره جراحه الجهاز الهضمي اللي هي التكميم او التحويل. دي بتبقى موجوده في الاوزان العاليه، انما عمليات شفط الدهون هي لازم الناس تبقى عارفه ان هي للدهون الموضعيه، واللي المتخصصين فيها هم دكاتره التجميل، وهي مش عمليه لنقص الوزن. ففي عمليات لنقص الوزن اللي هي التكميم او التحويل، اللي هي عمليات اللي بنشتغل فيها على المعده، وفي عمليات للتنحيف والتجميل اللي هي للدهون الموضعيه اللي هي شفط الدهون، ودي ملهاش علاقه بالوزن. هل ترى انه اختيار العمليه الخاطئه قد يكون سبب في فشل القصه، فشل العمليه؟ ما هو العمليه تفشل لما ما نعرفش الهدف منها ايه. هو لما يكون الوزن فوق ال 100 كيلو او فوق ال 90 كيلو ومشكله المريض هي زياده الوزن، فساعتها يبقى من الفشل في البدايه ان اقول له ان انا هعمل لك شفط دهون، او ان المريض يطلب ان احنا يعمل شفط دهون ويعتقد ان دي هتقلل له وزنه. فده من الاول هي فاشله. اما بقى الاختيار ما بين التكميم والتحويل، وهل ممكن يحصل فشل في العمليه نتيجه لانه خد تكميم او ما خدش تحويل، من الواقع اللي احنا شفناه مع العيانين لا. يعني كان منتشر كتير وده موجود على مستوى يعني اجواء كتير قوي بتتكلم على العمليات تكميم او تحويل، نختار مين فيهم اللي هو على اساس محب السكريات، وان الناس بتحب سكر وان الناس مدمنه السكريات لازم تعمل تحويل مسار. المتعارف عليه دلوقتي من واقع التجارب ان عمليه تحويل المسار ما هي الا لتقليل برضو كميه الاكل. يعني تحويل المسار عمليه ريستريكتيف، يعني تتحط في تصنيف تكميم المعده. الزياده عليها فيها جزء تكميم معده، وبالتالي في عمليات تحويل المسار لو المعده اللي باقيه معده كبيره، الجزء اللي هو الجيب الجديد اللي فوق ده المقفول كبير، ممكن يؤدي ان العيان ما يخسش الوزن المطلوب. فلازم يبقى المعده دي صغيره جدا، ويبقى الكميه الاكل اللي بتتاكل فيها صغيره، لان هي بالاساس لتقليل كميه الاكل. الجزء اللي بعد كده اللي هو توصيل الامعاء بالمعده ده ليه تاثير ميتابوليك، اللي هو تاثير الايد، اللي هو تاثيره على السكر وتاثيره على الكوليسترول وارتفاع الضغط. ده بقى بيبدا يحصل نتيجه للتوصيله، بيبقى تاثيره اقوى من التكميم نفسه. توصيل المعده بالامعاء بيخلي الامعاء بتفرز انواع معينه من الهرمونات، لان الامعاء مش متعوده انها تستقبل الاكل بالطريقه المباشره دي، خاصه بعد 2 متر. فبتبدا الامعاء تستجيب
لنزول الاكل المفاجئ ليها ان هي بتبدا تفرز هرمونات. هرمونات منها تؤدي للشبع، في هرمونات تؤدي لزياده نشاط البنكرياس فبيبدا الانسولين يحصل له نشاط اكتر، هرمونات تؤدي لتنشيط الجهاز التناسلي عند السيدات، وبالتالي لو حتى في تكيسات على المبايض فبتبدا الهرمونات دي تعالج وتختفي تكيسات المبايض. فده الجزء الاساسي في التوصيله بتاع تحويل المسار، ان هي بتعيد تظبيط هرمونات الجسم. هل لو قلت لك انه يعتقد الكثيرون ان تكميم المعده لا تصلح لمريض السكر، ده اعتقاد يبقى صح ولا اعتقاد خاطئ؟ هو ما هو مريض السكر انواع. اما يبقى في مريض سكر من النوع الاول ونفترض هنحطه على ارض الواقع وليكن عيان 30 سنه عنده سكر وبياخد اقراص، هل تحويل المسار في المرضى اللي عندهم سكر في سن صغير هتجيب ان هي تشفيه بنسبه 100%؟ من واقع الامر لا، خاصه لو المريض ده بياخد انسولين. فالسؤال البديهي 30 سنه وعندك سكر، طب هو في زياده في الوزن عاليه وليكن مثلا 130 140 كيلو؟ يبقى انا عندي مشكلتين، انا عندي مشكله سكر ومشكله وزن. طيب تحويل المسار تعمل ايه في السكر للناس اللي عندها 30 سنه؟ هل هتشفيه بنسبه 100%؟ لا مش هتشفيه بنسبه 100% لانه غالبا من سكر من النوع الاول. يبقى البريفليج او الميزه لتحويل المسار بتتراجع. طيب انا عندي مشكله الاساسيه الثانيه وزن، طب ما انا عندي في عمليه ثانيه تكفيني ان انا اخد فيتامينز طول العمر الا وهي تكميم المعده. وبالتالي عيان 30 سنه وعنده سكر وبياخد انسولين، لو انا هعمل له عمليه هعمل له تكميم معده انزله من وزنه وهيتحسن السكر وهيبدا يتحول على اقراص، لان انا عايز اقلل وزنه. مشكله العيان الاساسيه هي زياده الوزن، هو معتقد ان مشكله السكر عنده 30 سنه، فلازم اكون واضح مع العيان ان انا لو عملت لك تحويل مسار انا ما اضمنش خالص ان السكر يختفي بنسبه 100%. وبالتالي مريض عنده سكر ممكن نعمله تكميم معده وهيبقى هيتحسن جدا وهيحل المشكله الاساسيه اللي عنده اللي هي زياده الوزن. انا عايز اسمع سؤال من الجمهور عن السكر، الناس بتسال عن السكر كتير يمكن كما تسال عن السمنه، يعني السكر والسمنه اصبحوا الاثنين هم عملياتكم مرتبطين. تعال نشوف الناس بتسال ازاي. 3 2 1 انا لسه تاثير السكر لعمليه البالون او تحويل المسار اللي هو اوقات بيسموها تكميم المعده او تحويل مسار المعده، هل ده بيفيد برضه عمليه السكر او تقليل السكر في الجسم؟ هو جمال سؤال الجمهور انه سؤال ملخبط. هو دخل عمليتين في بعض، تكميم في التحويل، في التحويل في السكر، وقال لك ايه ازاي بيفيد؟ بيفيد، بس مين اللي بيفيد اكتر؟ يعني هو طبعا المساله عنده بس كويس ان هو يعني تقدم في الثقافه انه عارف ان في عمليات للتعامل مع السكر والسمنه. طبعا. هي الوزن بصفه عامه هو سبب من اسباب يعني زياده الوزن هو سبب من اسباب السكر. كويس، فنزول الوزن بالطبيعي انه هيبدا يعالج السكر. طب احنا عندنا نوعين من السكر، في سكر من النوع الاول وده بيبقى في سن صغير وده بيبقى ناتج عن البنكرياس نفسه ما عندوش القدره على افراز الانسولين، وفي منه من النوع الاول ده انواع عنيفه جدا ان البنكرياس بيبقى تقريبا زيرو، مفيش انسولين بيفرز في الجسم تماما، فالانسان بيبقى معتمد على الانسولين الخارجي، وده طبعا بيبقى داخل بيخش في مشاكل كبيره قوي وحاجات نتيجه لزياده السكر ويخش في كوما. وفي نوع تاني من السكر اللي هو سكر من النوع التاني اللي هو الانسولين اللي بيبقى طالع من البنكرياس يبقى ابنورمال او مش زي الطبيعي، بس ما بيبقاش كله، يعني بيبقى فيه اجزاء من الانسولين سليمه وفي اجزاء تانيه مش سليمه، وبيبقى الانسولين لما بيجي يشتغل هي وظيفه الانسولين ان هو ياخد جزيئات السكر اللي موجوده في الدم
ويبدأ يشيلها على كتفه ويروح داخل على الخلية ويبدأ يخبط على باب الخلية، الخلية تفتح عن طريق مفتاح، كأننا بنحط مفتاح في كالون الباب. هو الإنسولين بالظبط عامل زي المفتاح والخلية ليها كالون. فالإنسولين شايل الجلوكوز على كتفه ويروح داخل جوه الخلية ويرمي الجلوكوز جوه الخلية عشان يبقى فيه طاقة. لو في مشكلة في جزيء الإنسولين اللي هو المفتاح، أو في مشكلة في الفتحة بتاعت الكالون، النتيجة إن السكر هيفضل موجود في الدم وما يخشش. هو ده النوع التاني، إن بيبقى فيه مقاومة موجودة على الأنسجة. العمليات يبدأ السكر يحصل بمشاكل اللي احنا عاملين نشوفها، متخزن بقى في الدم مش عارف يخش الخلية جوه. ده السكر من النوع التاني. العمليات بقى تفيد بصورة إيه؟ العمليات لما تيجي تفيد، ولما احنا بنبدا نتناقش مع العيان على عمليه تحويل المسار وتاثيرها على السكر، لان مش كل درجات السكر واحده، ومش كل الناس جالها سكر في وقت واحد. هيبقى في مريض جه سكر من 15 سنه، وفي مريض جاله سكر من 10 سنين، في مريض جاله سكر من 5 سنين، وفي مريض جاله سكر من 15 سنه وبدا اقراص وبعد كده انسولين، واللي لسه بادئ من 5 سنين ده لسه ماشي على اقراص. فالديوريشن او التاريخ الوقت بتاع المرض السكري حصل من كام سنه، ده مهم قوي. الحاجه الثانيه الوزن بتاع العيان، وزنه كبير او وزنه صغير، وبالتالي المريض بيبقى اما جاي يسال على نتيجه، هو انا هعمل تحويل مسار، السؤال البديهي هو انا هخف، هي التوقعات بتبقى تدريجيه عشان يبقى الكلام واقعي على ارض الواقع بتاع عمليه تحويل المسار، الا وهو ان احنا على الاقل بننزل درجه. يعني لو حضرتك عندك سكر وبتاخد اقراص والسكر مظبوط، يبقى ان شاء الله لو عملنا تحويل مسار هتبقى نسبه الشفاء 100%. لو حضرتك عندك سكر بس السكر مظبوط على انسولين، ومهم قوي يبقى موضوع السكر مظبوط، سكر مظبوط على انسولين، يبقى لو عملنا تحويل المسار فهي اول درجه من درجات النجاح ان شاء الله اللي متاكدين منها باذن الله، ان انت تقبئ راس. والدرجه الاعلى في النجاح انه يختفي. لو حضرتك عندك سكر وبتاخد انسولين والسكر في السماء، اللي هو في ناس مثلا كانت في العياده بتيجي بتاخد تقريبا اكتر من 250 ل 300 وحده انسولين في اليوم، والسكر هاي 300 ميكسد بقى على بعض، ما بين ميكسترد اللي هو الانسولين الخليط او الانسولين المائي، فالتوتال كده ممكن يكون بياخد 200 وحده، والانسولين هاي، انسولين هاي على الجهاز يعني هو قاري اكتر من 600. فاول درجه من درجات النجاح ان حضرتك هيبقى عندك سكر بس بتاخد من 10 ل 15 وحده انسولين. دي اول درجه من نجاح عمليه تحويل مسار. تاني درجة انك السكر يبقى مظبوط وبتاخد اقراص. تالت درجة السكر يبقى مظبوط من غير ادوية، اللي هي الشفاء الكامل. فهي لازم المريض يقيم في الاول انت موقعك فين في الخريطة، على اساسه ابدا اديك توقعاتي في نتيجة عملية تحويل مسار. عايز اروح لسؤال منطقة تانية جنب السكر، الانجاب والضعف الجنسي. وانا جاي لسه في مريضه كانت بعتالي، احنا دايما في اول متابعه بعد شهر من العمليه، بعد كده بنتابع لمده 12 شهر اللي هي الفتره اللي بنوصل فيها لاقصى كميه نزول، وبندي فيهم التعليمات اللي كيفيه التعامل مع العمليه على مدار 12 شهر. فمن الحاجات الروتينيه اللي احنا بنقولها للعيانين ان لازم تستخدم وسيله لمنع الحمل. فأنا قابلت في حياتي تقريبا 7 أو 8 حالات اللي هم لأ، نفس السيناريو بالظبط، بيبقى الزوج والزوجة قاعدين، احنا بقالنا 12 سنة وعندنا محمد أو سلمى أو هدى وما خلفناش من ساعتها، فاحنا ما بنستخدمش وسيلة وجبناه عن طريق الاي في اف، او جبناه من يعني طبيعي، وبقالنا 12 أو 13 سنة ما بنستخدمش أي وسيلة وما فيش حمل. فبقول لهم لا لو سمحتي استخدمي وسيله. هم تقريبا اللي قابلني 7 أو 8 غالبا، يعني منهم 7 دول في اول 7 أشهر
حصل انجاب. وده ليه تفسيرات ان عمليه تكميم المعده او تحويل المسار الاثنين بينزلوا في الوزن، بس الاثنين ليهم تاثير هرموني. يعني الـ الـ الغريب في تكميم المعده ان في جزء بيتشال. طب احنا عملنا تغيرات هرمونيه، في تغيرات هرمونيه، والجزء بتاع المعده دي، الجزء بتاع المعده اللي بيتشال فيه هرمون، وشيل الجزء ده بيعيد تسطيب او بيعمل ريسيتنج للهرمون اللي موجود على مستوى الجسم. والدليل على كده ان الناس في اول 24 ساعه اللي بيبقى عندهم صعوبه في التنفس، اللي هو السليب ابنيا سندروم، والناس دي احنا شفنا منها كتير قوي، اللي هو وهو نايم بيحس انه في خنقه فيروح صاحي من النوم نتيجه لزياده الوزن، او بيشخر وبيبقى صوت شخيره عالي جدا نتيجه لزياده الوزن. فاول 24 ساعه من العمليه القصه بتاعه النفس بتختفي وقصه الشخير بتختفي، على الرغم ان في 24 ساعه ما حصلش نزول في الوزن. معنى كده ان العمليات دي ليها تاثير هرموني كبير جدا في علاج الاعراض دي. وبالتالي تكميم المعده بتزود من فرص الانجاب، تحويل المسار بتزود من فرص الانجاب، تكميم المعده ده ردا على الاسئله اللي ممكن تبقى موجوده في اذهان ناس كتيره قوي، خاصه البنات الصغيره بيبقوا مقلقين ان هم يعملوا تكميم معده خوفا على ان هم ما يحصلش انجاب. الكلام ده بالعكس، انا بقول لها هي بتقول لي هي تكميم المعده بتاثر على الخلفه، بقول لها بتاثر على الانجاب، بتقول لي معقوله، اقول لها بس بتاثر بالايجاب، ان هي بتزود من نسبه الانجاب لانها بتحسن من الهرمونات، بتقلل من الدهون اللي موجوده على المبيض كويس، وبالتالي نسبه الانجاب بتعلى جدا. اما من ناحيه القدره الجنسيه شيء طبيعي جدا، علاوه على التغيرات الهرمونيه اللي بتحصل مع الرجاله، النزول في الوزن بيحسن من بيحسن من النفس وبيحسن من الحركه، كل دي حاجات مؤثره في اللياقه البدنيه. العمليه الجنسيه محتاجه لياقه بدنيه عاليه، وفي تاثير اكبر، تاثير الهرمونات. يعني هي زي ما بيحصل اعاده تظبيط لهرمون الانوثه بيحصل اعاده تظبيط لهرمون الذكور، هي العمليه ليها تاثير هرموني اكتر منها على ده على المدى القريب. على المدى البعيد ليها تاثير في نزول الوزن. فتاثير على الانجاب ايجابي، وتاثيرها على القوه اللي هي الممارسه الزوجيه، العلاقات الزوجيه، طبعا ايجابي جدا. تنورتنا وشرفتنا. يعني كالعاده مبدع، وكالعاده في نقاط محدده وواضحه شرحت كل شيء، لكن يبقى المريض هو الاكثر قدره. هسيبكم مع المرضى، لكن خليني اقول لضيفي العزيز الاستاذ الدكتور وليد ابراهيم، واحد من طبعا نجوم جراحات السمنة المبدعين والاكاديميين الرائعين في هذا العالم اللي انا بعتقد انه عالم التحرير او الحريه. خليكم دايما من الناس الحلوه. العين كمبيوتر، وناس كتير دلوقتي بقى في وصله ما بين عينيها ولسانها، يعني اول ما بيشوفوا حاجه غلط بيروحوا قايلين عليها على طول. طب لما حضرتك درست الكلام ده في سنه اولى اسنان تمام ونجحت فيه، لما كبرت وبقيت راجل خبير وبتقول انا خبير تجميل، نسيت يعني سنه اولى؟ ما هو النيتشر اللي هو النيتشر اللي هو الطبيعه الانسانيه بتاعتنا في الشكل، فاي ديفيشن او خروج عنها هتبقى ملاحظ، والناس هتقعد تتريق عليك. تخيل بقى سعادتك رايح تجيب ماده تحطها جوه بقك ما تعرفش مصدرها ايه ولا نوع الماده ايه، وتقول لي انا رايح ابيض. لا، اي اجراء لازم تعمله عند دكتور اسنان ثقة، مش دكتور اسنان كمان عادي. لو حضرتك تخيل كائن واحد بني ادم جه عينيه تحت مناخيره، بني ادم طبيعي ده. بمعدل قد ايه بتشوف حد تبقى عارف ان هو عامل تجميل؟ كتير جدا. النهارده عايزك توصف لي تفاصيل هذا الكفاح المسلح. لا، انا طبيب في الاساس، طبيب مهمته يعالج. ناس كمان ثقافتها في الاسنان، لا احنا قدامنا سنين.
اي وصفه بعيد عن طبيب الاسنان في الاخر مصيرها تدمير الاسنان. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، تخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك، أحد مطوري حشوات الأسنان التجميلية. أهلا بكم. في عالم الأسنان وفي عالم تجميل الأسنان في منطقة مهمة جدا، إن حد طبعا عنده أسنان وفيها مشاكل فراح لمنظومة المفروض أنها منظومة متكاملة في الأسنان فعمل تجميل أسنان، خرج عمل تجميل أسنان بمواصفات تجميل الأسنان المفروض الكويسة، فخرج فكل اللي شايفه وكل اللي بيقابله بيقول له أنت عامل إيه في أسنانك؟ وكلمة أنت عامل إيه في أسنانك دي على فكرة بيقولها نوعين من البشر، بيقولها ناس قريبين منك جداً وناس مش قريبين منك قوي بس بيبينولك شيء معين، بيوصلولك رسالة معينة. القريب منك من حقه طبعا يقولك على انطباعاته عنك ايه، اخوك اختك صاحب صديقك صديقتك خطيبتك مراتك، كل دول ناس من حقهم انهم يقولهم ينقلوا انطباعهم عنك. المشكلة بقى في الناس اللي ما مش قريبة منك قوي، من حقهم، انا في رأيي من حقهم، بس بيوصلولك الرسالة ازاي؟ لو قالوا لك انت عامل ايه في اسنانك في حد ذاتها الجمله، هل هي معناها ان انت اكيد عامل شيء ملاحظ وبالتالي خارج مقاييس الجمال؟ هي ايه مقاييس الجمال؟ والجزء الثاني من الناس او جزء من الناس اللي ممكن يقولوا لك كده، وانت عامل ايه في اسنانك؟ باستغراب، ده اكيد بيوصل لك رساله ان انت عامل حاجه كارثيه، يعني ده مش بس عارفه، ده عارفه وانتقدوك في نفس الوقت. العين كمبيوتر، وناس كتير دلوقتي بقى في وصله ما بين عينيها ولسانها، يعني اول ما بيشوفوا حاجه غلط بيروحوا قايلين عليها على طول. الناس دي لازم نحترم نظرهم، لانك في النهايه انت بتعمل تجميل عشان يبقى شكلك حلو لنفسك وللناس، ده مهم جدا. تجميل الاسنان عالم مثير ومهم للغايه، وضيفي واحد من اللي اسسوا هذا المعنى، وربما في الاعلام يعتبر هو بداية ظهور كلمة تجميل الأسنان في مصر كانت على لسانه، وضع المعاني الأساسية لتجميل الأسنان في الوقت اللي بعض الناس كانت بتتكلم على أنه تجميل الأسنان ده شيء اجتهادي، هو وضع له قواعد علمية واضحة جدا ودافع عن هذه القواعد ودافع عن عالم تجميل الأسنان، لغاية لما بقت الأصوات كلها دلوقتي بتنادي ليه ما يكونش في تجميل أسنان في كل أو قسم تجميل الأسنان في كل الجامعات المصرية. خلينا نرحب بضيف العزيز الأستاذ دكتور نور الدين مصطفى. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا دكتور، منورنا في الناس الحلوة. أنا اتشرفت بيكم مع الناس الحلوة. الناس الحلوة يعني النهاردة بيسألوك ناس كتير أو الناس الحلوة. قبل ما نبدأ، هو لما حد يشوف سنان ما يحسش إنها هوليود سمايل، أنت أول واحد في حوارات إعلامية قال كلمة هوليود سمايل، تمام، ويشوفها مش بس هوليود سمايل، يشوفها حاجة تانية غير هوليود سمايل. في ناس بتشوف وتمتعض وتبان عليها، تمام، يعني تزعل وتبان عليها، وفي ناس من قرب من الشخص يقولوا له دي يا ابني مش هوليود سمايل، دي أي حاجة تانية. وفي ناس بقى جرأتهم وممكن تصل المسألة لمسألة يعني إلى حد التدخل، إن هما بقى يعني يقولوا جملة مخيفة للشخص يخلوه ما يباتش الليل إلا تاني يوم لازم يروح يغير اللي هو عمله، يكسرها. إيه اللي حصل خلى ناس كتير ما تخرجش بابتسامة جميلة حقيقة؟ اللي حصل ان احنا يعني خلال الفترة اللي فاتت واحنا مع بعض خلال مشوارنا الطويل ده ارسنا مبادئ لتجميل الاسنان. كان احنا لما هنا بنطلع نقول هوليوود سمايل، الناس يعني ايه هوليوود سمايل؟ ما فيش علم مش موجود في مصر ومحدش بيعمله. بنتكلم على قشرة تجميلية، تقريبا كان اول حد قال كلمة قشرة تجميلية، قال كلمة عدسة اسنان لصق، وانت انا باخد العلم اللي انا درسه بره وبترجمه عشان اعرفه للناس. فالناس ما تعرفش يعني ايه تجميل اسنان خالص. وكان هدفنا خلال الفتره دي ان احنا نخلي مصر مركز لتجميل الاسنان، بدل ما الناس اللي كانوا الى حد ما بيفكروا يطلعوا يعملوا تجميل اسنان بيطلعوا لبنان وبيطلعوا دبي او بيطلعوا امريكا، لا احنا قلنا احنا عايزين نبقى هنا
مقصد لتجميل الاسنان. فاخذنا المشوار بتاعنا ونجحنا بدليل ان بعضهم جه مصر بعد كده. لا ده مش بعضهم ده احنا الحمد لله دلوقتي احنا فعلا بينا مركز لاستقبال تجميل الاسنان في الشرق الاوسط وفي العالم. انا ما بتكلمش على المرضى، انا بتكلم على الدكاتره نفسهم. واحلى ما هو دليل ان احنا غيرنا السوق. خلينا بالعربي كده، في سوق في تجميل الاسنان كبير قوي اتفتح في مصر. تمام. طيب قبل ما احنا كنا نتكلم عن تجميل الاسنان، ما حدش كان بيشتغل تجميل اسنان كتير، واحد يعني اسم او اتنين كانوا بيشتغلوا معانا. طيب بدا موضوع تجميل الاسنان يبقى فيه ديماند ويبقى فيه ناس كتير عايزاه، احتياج، بقى فيه احتياج، في ديماند، في احتياج وناس كتير عايزاه، والناس كلها مش هتروح عند الاثنين ثلاثة اللي موجودين اللي هم بيشتغلوا تجميل اسنان، لان ممكن ما يعرفوهمش او لصعوبة الوصول ليهم، فيبدا يروح لعند اي دكتور. فبدات الدكاترة تسمع كلمة ايه؟ دكتور انا عايز اعمل تجميل اسنان، دكتور انا عايز اعمل هوليوود سمايل، دكتور انا عايز اعمل إيه؟ هوليوود سمايل علم، انت كمان في تكون تحت ايدك تقدر تنفذ بيها التجميل. ففجاه ناس كتير دخلت في الموضوع واشتغلت، ويطلعوا ايه؟ ويطلعوا تيجي تبص على الكيس، ايه ده؟ مفيش اي ابعاد للجمال والتجميل في الحاله. عشان كده بقت ناس كتير تشك، ودي بقى المشكله، ده اللي بيخليني دلوقتي اعمل حمله ضد الكلام ده. الناس بدأت تشك في تجميل الأسنان كتجميل أسنان. لا حضرتك، تجميل الأسنان ده علم قائم وبيطلع نتائج مذهلة، لكن مش معنى ان انت شفت يعني انتاج غلط يبقى القصة نفسها غلط. لا لا لا، الناس دي هي اللي غلط. إذن سنذهب لكي نعرف في عالم تجميل الأسنان أين الأبيض والأسود والرمادي، وأين الوهم والشك واليقين، ومن الجاني ومن البريء في عالم يبدو أنه طالته الفهلوة. تعال نشوف الأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود الرمادي، تجميل الأسنان هو عالم الريليشن شيب، هو عالم العلاقات ما بين الوجه وألوانه وأشكاله وتقسيماته والأسنان. أبيض والأسود والرمادي؟ أبيض طبعا. طبعا في علاقة مهمة جدا. لازم نتفق أن كلمة هوليوود سمايل أو تجميل أسنان هي في الآخر هي طريقنا للوصول للابتسامة المثالية. فالابتسامة المثالية دي لها أبعاد كتير بقى، وإحنا قلناها في حلقات قبل كده، يمكن 21 كرايتيريا عشان تعمل تجميل أسنان. من ضمنها شكل السنة لوحده، كل سنة لوحدها شكلها إيه، وضع السنة، مكانها، ميل السنة، علاقة الأسنان بعضها ببعض، يعني في علاقة ما بين كل سنة والتانية، سواء في الحجم أو في الرصة، يعني واحنا بنرص الأسنان أو في حجمهم، علاقتهم ببعض ليهم علاقة معينة واتكلمنا فيها قبل كده اللي هي الجولدن بروبورشن. وبعد كده قلنا لا، ده الجولدن بروبورشن يا جماعة عشان احنا كنا بنقربها للناس، دي جزء من التجميل. لا، في حاجة اسمها الريد بروبورشن ودي الأعم. الجولدن بروبورشن دي عشان بنقدم لكم أرقام تبقوا فاهمينها بس، لكن في ريد، الريد دي الأشمل والأعم اللي هي بتدينا كذا بروبورشن من الأسنان وبعض. وفي بعد كده علاقة ما بين الأسنان دي كلها وما بين اللسة، وده مهم جدا، وده جزء بقى بيهمله اللي ما يعرفوش تجميل، اللي هم اكتر من 99%. هيك اللسة دي برواز السمايل، برواز الابتسامة بتاعتك. لو هيك البرواز ده مش مظبوط، خلاص كل اللي انت عملته انتهى. كيسز تخش وتخرج انا عامله تجميل، طب انت هيك الجامي سمايل اللي انت عاملاها دي ايه؟ طيب اللي انت سايباها دي، ما انت دخلتي عملتي تجميل ازاي؟ دخلتي عند مين يعني؟ مش فاهم اسمها سمايل اناسيز. بنعمل تحليل الابتسامه فنعرف الديفوهات والمشاكل. طيب اللي عمل لك السمايل اناسيز ما شافش ان في سته، يعني دي من ضمن الحالات اللي عندها جامي سمايل، عندنا ديسبلاي للسه اكتر من 6 مللي، واحنا اتفقنا ان اللسه الطبيعيه بتبان من 1 ل 3 مللي، الافرج 2. طيب لو انا عملت له قفلت المسافات في الحاله دي بالقشر التجميليه بس ما عملتش اللسه، انت متخيل المنظر؟ اه ده محمد كارتر على فكره. تمام، انا عارف الحاله دي. صح، من الحالات من الحالات اللي احنا استضفناها. حافظ، انا حافظ السنه. فبالتالي انت هنا لو ما عملتش اللسه عملت ايه؟
ما عملتش تجميل. يبقى هنا لازم الاول تعمل تحليل الابتسامه، تعرف كل المشاكل اللي في الابتسامه ايه، تمام؟ حللناها، عرفنا المشاكل، بدانا نعالجها. هنا عملنا علاج اللثه بتاعنا، عملنا نحت تجميلي للثه على ايد واحد من اكبر خبراء علاج اللثه في الشرق الاوسط. وبعدها بدانا نعمل الاسنان، بقى نعمل ديزاين الاسنان، وبعد كده صنعنا الاسنان. على فكره مهم جدا في تصنيع الاسنان، هنا انت لو بصيت وركزت في الصور بتاعه محمد كارتر هتلاقي السنه فيها درجات للون، يعني السنه الواحده بادئه من تحت بترانسليوسنسي بجزء شفاف، بعد كده بيبدا اللون يزيد، بعد كده يبقى كامل او فولي ساتوريتد او يعني مليان بالكامل اللون ناحيه اللثه. لو ما عملتش كده يبقى انت ما عملتش تجميل صح. لما انا ممكن اقفل المسافات دي زي ما قلت لك بشكل تشيكلت ستيس، اجيب لبان كده واحطه منظر شكل يعني واحطه وخلاص. لا، كل سنه ليها كاركتر، ليها شخصيه، ليها ملامح، زي ملامح وشك بالظبط. حضرتك وشك ليه ملامح، في عينين، مكان العينين معروف فين. لو حضرتك تخيل كائن واحد بني ادم جه عينيه تحت مناخيره، بني ادم طبيعي ده شكله طبيعي مش طبيعي؟ طب لو ما عندوش بقى الملامح دي خالص، اتعمل كده يعني اتطمست ملامحه، مفيش فتحتين للعين ومفيش الانف ومفيش الفم ومفيش الحاجب ومفيش الشعر، ما بقاش بني ادم. فانت لو ما عدتش السنه الشكل الطبيعي بتاع الانسان اللي ربنا وهبه للانسان، خلاص انت دمرت الحاله. خلي بالكوا احنا هنا لما بنيجي نتكلم على عيوب، احنا بنتكلم على عيوب اداء مهني بالظبط. اللي اسنانه سيئه او هي اسنانه فيها عيوب كده، مصفره، معوجه، مش عارف ايه، ده اتخلق كده وظروف الاسنان طلعت كده، كلنا اسناننا ما كانتش كويسه بشكل او باخر، في اجزاء فيها مش جيده، يعني قليل قوي لسانه بيرفكت يعني مولود بيه او ويظل بيه. لكن احنا بنتكلم في ايه؟ في بعد التصليح. يعني انت دلوقتي اوريدي انت صلحت، ما تطلعليش حاجه انت بتصلحها بالشكل ده، مش كده ولا ايه؟ والا هتكون بقى ممكن تكون متهم، ممكن تكون جاني، وهنشوف فين البركه. جاني، متهم، ام بريء؟ السؤال الاول ده سؤال مهم قوي، يتعلق بتقنيه ناس بتسمعها دلوقتي كتير اسمها النوبريب. تمام. النوبريب دي اختصار كلمه نو بريبريشن، بدون تحضير. تمام. بدون تحضير. ناس كتير من الشباب والبنات عايزين يعملوا نوبريب دول على مبدا انه انا مش عايز حد، ما فيش حد يلمس السنه، وسنه زي ما هي انا بغطيها بس، زي ايه ما تكون انت عندك بلاط وهتحط فوقيه موكيت بس كده. تمام. الطبيب الذي يقوم باستخدام تقنيه النوبريب في تجميل الاسنان ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ متهم. ليه؟ الاول النوبريب دي ظهرت في اول الالفينات خالص، تمام؟ ودكاتره كتير بدات تسمع عنها وبداوا يشتغلوا عليه. طيب النوبريب ميزتها ايه؟ النوبريب ميزتها ان انت ما بتشيلش حاجه من الاسنان خالص. هل في الاخر لو انت جبت النوبريب فينير ده ولزقته على الاسنان، هل انت ما حضرتش في الاسنان فعلا؟ يعني هل فعليا انت ما حضرتش في الاسنان؟ لا طبعا حضرت. ليه؟ حضرتك اصلا مجرد انك تلزق النوبريب على الاسنان انت اوريدي حضرتها، لانك بتعملها اسمها اتش ده يعني بتجيب اسيد او حمض وبيتحط على السنه علشان يعمل فيها بورز او خروم صغيره قوي علشان السمنت او الماده اللاصقه تخش جواه، تمام؟ طيب اساسا السطح المينا ده اللي انت عامله ليه؟ ربنا خلقه ليه؟ سطح المينا مهم جدا لانه مقاوم للخدوش، فسطح ناعم جدا مقاوم للتسوس ومقاوم للالوان لو هو سليم، تمام؟ طيب مجرد بقى ان حضرتك عملت الاتشنج ده انت غيرت اصلا من الكاركتر بتاعه. فانت بتقول للعيان حضرتك انا ما بحضرلكش حاجه في السنان وما بعملكش حاجه وتعالى وهلزق لك فينير على طول، وتقول له انا ما بحضرلكش، انت حضرتك ما قلتش المعلومه الحقيقيه. انت حضرتك حضرت الاسنان لانك غيرت من سطح السن الطبيعي. بتجي لي حالات تقول لي دكتور انا مش عايز المس السنان خالص سطح المينا ولزق لي عليها ايه التركيبات النوبريب. اقول لها حضرتك ليه؟ تقول لي عشان لو حبيت اشيلها بعد كده ما اشيلها وعشان ما اشيلش حاجه خالص من المينا. طيب حضرتك اللي انت بتقوليه غير منطقي تماما لاي حد. حضرتك جايه دلوقتي تعملي تجميل اسنان لان اسنانك مش عاجباكي، صح كده؟ وجايه تدفعي فلوس علشان تعملي الكلام ده. طب بتعملي كده وعندك استعداد ان انت تغير يعني هتشيلي التجميل ده يعني جايه تعمليه عشان تشيليه بعد كده؟ فغير وارد. تاني حاجه علميا مفيش حاجه اسمها
كومبليتلي نو بريب، مفيش حاجه اسمها كده. في عالم التجميل في اوهام كتيره قوي، في شكوك كتيره قوي، فهل اذهب الى الوهم والشك واليقين؟ وهم شك ام يقين؟ اكتر حاجه منتشره جدا في علم الاسنان الان وفي عالم السوق الاسنان هو تبييض الاسنان. تمام. اي حد يقول لك انا بص انا عايز ابيض سنان. بالعكس، تبييض الاسنان في بعض المولات التجاريه كان بياخدوا الناس اللي ماشيه في المول يقول له تعالى هبيض لك سنانك. تمام. فالسؤال الاول، عمليه تبييض الاسنان قد تحدث بروز في الاسنان على المستوى البصري، وهم ولا شك ولا يقين؟ لا ده وهم. يعني هي مش ممكن تعمل بروز في الـ في الـ في الـ في, ش في شكل الاسنان، لان كده كده اكبر او اكتر مبيض للاسنان ما بيعديش ال 0M3 او البي ال 4، دي الوان فاتحه بس ناتشرال، فما بيعملش بروز ولا حاجه. لكن المشكله فين؟ المشكله حضرتك انك تستخدم مواد غير مصرح بيها. مواد تبييض الاسنان المعترف بيها موجوده عند دكاتره اسنان ولازم تبص عليها، يعني لازم تشوفها هي معديه، يعني ابروفد منين او واخده موافقه منين. واخده موافقه من الاف دي اي فود اند دراج اسوسيشن بتاعت امريكا تبقى كويسه، واخده من نفس المنظمه بتاعت اوروبا تبقى كويسه. انما ما اروحش مول واعمل بمواد جايه من الصين ما انت عارفش اصلا. يعني حاجه دلوقتي طالع ترند يقول لك ما تلبس احذيه من الصين عشان الجلد بتاعها ممكن يعمل مشاكل. تخيل بقى سعادتك راح تجيب ماده تحطها جوه بقك ما تعرفش مصدرها ايه ولا نوع الماده ايه، وتقول لي انا رايح ابيض. لا، اي اجراء لازم تعمله عند دكتور اسنان ثقه، مش دكتور اسنان كمان عادي. وانا دايما بقول للحالات اسال وقول له دكتور طب وريني، طب وريني شكل العبوه، طب وريني مكتوب عليها ايه. ده حقك انت صحيح، ما يعني ما ينفعش تهمل في صحتك تحت اي بند من البنود. الصين دي مليار شخص، مليار مليار وي، المليار وي دول فيهم ناس كتير عندهم كاركتر او عندهم في جيناتهم طبيعه ان انا اعمل شيء رخيص، اعمل شيء مش بتكلفه قليله، نتيجه انه الظروف الاقتصاديه هناك كانت صعبه في اوقات كتيره، وما زالت في اكيد في اجزاء فيها ظروف اقتصاديه صعبه. ونجحوا في ده على مستوى العالم، يعني العالم كله البضائع الصينيه غزتها بسبب ان وجدت سوق كبير بسبب برضه ظروف اقتصاديه خصوصا في منطقه الشرق الاوسط. الطب دخلوه بقوه على فكره، بقوه، ده في حتت في الطب مستحيل كان تخيل انه المقاييس الفنيه تبقى قليله فيها. في العنايه المركزه البضائع الصينيه موجوده في العنايه المركزه في حتت معينه. خليني اسالك عن الشكل المسطح للسنه، الشكل المسطح للسنه ناس كتير متخيله ان هو شيء جمالي، ده وهم ولا شك ولا يقين؟ لا الاول، هل السطح هل الشكل المسطح ده كويس ده وهم ولا الناس اللي تعتقد ان هو الناس مصدق فاكره انه خلي السنان كده مسطحه وحلوه كده؟ لا ده وهم، لان الناس لا تعتقد كده. الناس نفسها عارفه ليه. حضرتك في اول البرنامج برضو قلت ان احنا واخدين ايه عندنا في عيننا كمبيوتر. صح كده؟ طيب مفيش حد بيضحك عليه، العين ما بيضحكش عليه. اما ساعات الناس بتروح تعمل ما يسمى بالتجميل وتطلع بتبص هي اللي هي نفسها اللي غلطانه. لكن بص ايه ده؟ ايه اللي حضرتك عامله ده؟ هنا 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 لو احنا شايفين ادي حاله، حاله عندها كميه من المشاكل. تمام. لما جينا عملنا بالنسبه لها، تمام، وفي نفس الوقت حضرتك لاحظ كميه ال الكاركترز اللي جوه السن. هتلاقي السنه الصغيره فيها نوتش صغير، هتلاقي الناب واخد اللي انا قلت عليه بقى الجروف واللوب، هتلاقي السنترال السنه الكبيره متاخده من الاخر، في الاخر ميل لجوه السن، فاهم قصدي؟ كل دي يعني بص الناب راوندد شويه في ميناين. انت حضرتك بص على الحاله، لو انت شفت انا ما قلت لك انه راوندد عجبتك خلاص. اه انت لو ما شفتش الكيس اللي تحت مش تعرف انها عامله حاجه، دي سنه طبيعيه خالص
شكل طبيعي خالص، في كل الابعاد والمواصفات والخصائص للاسنان اللي ربنا خلقها، فمستحيل تعرف. لكن اقوم جايب بقى شكل ستيس واجيب تباشير واحطه على اسناني، شكلي وحش، شكلي مش حلو. دي حاله كومبليت ميك اوفر، دي اتعملت كلها، كلها عندنا لسه اتعملت، عندنا اسنان كانت كروبت اتظبطت. بص لاحظ اخر حرف في السنه من تحت هتلاقيه شفاف. عايز اسالك سؤال، واحنا بنتبص في السن دي، في مثلا ممكن تلاقي نجمه او ممثله مشهوره محتفظه باسنانها ومش عايز تعمل فيهم اي حاجه رغم انه فيهم عيوب، بس هي شايفه انها كاركترستيك بيها. تمام، ده صح التصرف ده ولا لا؟ والله انا شايفه صح. على مين؟ انا شايفه صح. ليه؟ لان علميا الحاجه اللي التجميل هي سيلف ديماندد، يعني حاجه نابعه من الذات. حيك انا ببص في المرايه شايف ان مناخيري مش حلو، حيك لو العالم كله اجتمع انها حلوه هعملها، والعكس صحيح، لو انا شايفها حلو والعالم كله اجتمع انها هبقى ممكن ساعتها اعملها علشان الناس. لكن في الاساس علشان اعمل، بعمل في الاساس عشاني انا، عشان انا اللي شايف نفسي. اللي لسه ما جملش اسنانه وخلاص، هو اما لسه بيحوش او بيظبط نفسه او مستني وقت او مستني حاجه قدامه، احنا بنقول له لا لازم تجمل سنانك طبعا، لكن اللي دافع بقى هو يقوم يطمن على اسنانه. ارجوك تقوم يطمن على فلوس. بص في البنايه بعد اذنك وشوف هل الاسنان اللي محطوطه في فمك دي هي الاسنان الطبيعيه اللي ربنا خلقها باللون المناسب اللي يليق عليك، ولا فعلا قوم اطمن على اسنانك. اها راحت فلوسك يا صاحبي. نورتنا، شرفت بيك، كل شكر لتقدير ضيفي العزيز الدكتور نور الدين مصطفى على هذا الحوار الممتع. وقوم اطمن على فلوسك يا صابر عشان ما يكونش راحت والله. خليكم معنا، سلام. تجميل الاسنان ما بيشوفش ان في مشكله ملهاش حل. تقدم التكنولوجي من زراعه العظام عشان نعوض بيها السنه دي كلها بتسهل لنا ان احنا نحل مشكلات كتيره في السنان. انا عايز اعمل حاجه تبان في بق العيان ان هو تحول للاحسن، بس ما تبقاش تغير يعني فج قوي. يجي لك ساعات بنات اصحاب مع بعض يقول لك بنتي صاحبتي عملت سنان عندك كويسه، انا عايز اعمل زيها. العلاج متاح لجميع الاعمار ولجميع الامراض، يعني ما ينفعش احنا الحل الوحيد اللي عندنا في الاسنان ان احنا نعمل حاجه واحده. من يقوم باستخدام التبييض لكل الحالات بنفس الدرجه بنفس الدقيقه؟ اي خطه علاجيه حصل فيها فشل او فيلير في ستيب معينه انا ممكن اتداركها وممكن اصلحها. احنا لازم نحيط صياغه تقييم الناس، فلان ده كويس مش عشان هو غني قوي او عنده كذا او بيمتلك شيء معين كذا، لا هو مين، هو ايه، مش هو مين برضو يعني استاذ في الحته الفلانيه او رجل اعمال في الحته الاعلانيه، لا يا باشا هو مين كانسان. صدقيني او برضو صدقني كرجل، صدقيني انت، لان ده مهم جدا بالنسبه للستات، لما تختاري الراجل لازم تختاريه بناء على انه فعلا راجل ولا مش راجل.